يا صباح الخير والجمال والأمل والتفاؤل والفرحة على كل المصريين. طبعاً بنهني مبروك لكل الطلبة اللي نجحوا في الثانوية العامة. يمكن كمان الفرحة السنة دي زادت فرحتين، لأنه تقريباً يعني نسب النجاح تعتبر كبيرة جداً جداً جداً، ونسب الرسوب ضئيلة جداً، وحتى نتيجة الثانوية العامة السنة دي يعني نسب الدخول للكليات اللي انت كان نفسك تدخلها يعني كبيرة، لأنه يعني بنقول أنه 65% ده زي ما وزير التربية والتعليم قال يبقى شاطر جداً جداً جداً. طبعاً النجاح حصيلة مجهودات صغيرة يعني بنكررها كل يوم في حياتنا. النجاح بيحققه فقط الناس اللي بيواصلوا المحاولة بنظرة للأشياء الإيجابية لكل حاجة حوالينا. ألف مبروك لكل الطلاب اللي نجحوا في الثانوية العامة مبارح، ومبروك لكل الأوائل اللي قدروا أن هم يحصدوا ثمار تعبهم، مش هقول طول السنة ولكن طبعا طوال السنين اللي فاتت في دراستهم. فرحة كبيرة جدا دخلت كل البيوت المصرية مبارح، ما بين مظاهر الفرحة اللي بنسمعها في الزغاريد، حتى السوشيال ميديا مبارح كان في زغاريد والناس اللي ماشية في الشارع بتوزع الشربات، وكانوا قد ايه مبسوطين وسعدة. كل سنة وكل المصريين دايما كده، وكل الطلاب دايما فرحانين ومبسوطين. وبالنسبة للطلاب اللي لم يحالفهم الحظ السنة دي ما تزعلوش، الأهالي ما تزعلش، إن شاء الله يعني ده مش آخر المطاف، نحاول وإن شاء الله يعني السنة اللي جاية ينجحوا، لأنه نسب النجاح على مدار السنين اللي جاية هتكون كتيرة جدا، وده الثانوية العامة مش آخر المطاف بشكل عام. حتى الناس اللي ما جابتش يعني النتيجة اللي نفسها فيها مش آخر المطاف، لسه في الجامعة، والجامعة بعد الجامعة في شغل، والجامعة أهم حاجة. أنا بشوف أن الجامعة دي أهم حاجة، لأن أنت بتثقل مهاراتك، بتاخد كورسات، بتتعلم، بتقرأ، بتشوف أنت حابب إيه، عايز إيه. فأهم حاجة أن احنا ما نضغطش على أولادنا ولا نضغط حتى على نفسنا، لأنه فعلا نتيجة الثانوية العامة هي مش آخر المطاف. بنبارك للأوائل النهاردة معاكم على الهواء، وكمان مش هننسى ان احنا النهارده هيكون معانا اخبارنا الخدميه اليوميه كالعاده، وزي كل يوم نبداها بالطقس. بيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يسود النهارده يوم الاربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحراره رطب على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء جنوب الصعيد. يستمر الارتفاع في نسب الرطوبة، وده بيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات. يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. بتكون الشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ده هيقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. هنتابع مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة النهاردة يوم الأربعاء في معظم محافظات الجمهورية. ومن حالة الطقس نروح مع حضراتكم للحالة المرورية على بعض الطرق، طرق القاهرة الكبرى الرئيسية اللي بنرصدها مع حضراتكم عبر خرائط الجوجل مابس. النهاردة في نوع من السيولة المرورية على الطرق اللي بتبدأ بالطريق الدائري في الاتجاهين، هنتابعه وهنشوفه كده مع حضراتكم على الماب. طبعا النهاردة يوم الأربعاء،
يوم الأربعاء 18 أغسطس، يعني ممكن نقول إنه الزحمة هتبدأ بعد شوية، ولكن في الوقت الحالي وزي ما واضح عندنا كده في الجوجل مابس اللون الأخضر يعني الطريق عندك فاضي في الاتجاهين، وده الطريق الدائري اللي احنا شايفينه كده مع حضراتكم وظاهر لينا مع حضراتكم. طيب نروح بقى لكوبري اكتوبر، كمان المتجه من مدينة نصر إلى وسط القاهرة والدقي والعكس بيشهد حالة من السيولة المرورية بنلاحظها مع حضراتكم على الشاشة. ممكن اللون الأحمر ده بيكون نتيجة يعني لأنه بيكون في بعض الإصلاحات في بعض الأماكن، ولكن برضو ما بتاخدش الثلاث أربع دقايق بالكتير، واللون الأحمر عندنا يعني مش ظاهر بالشكل الكبير، وده معناه أنه يعني السيولة حتى كبيرة. عن أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، جه متوسط أسعار العملة الأجنبية على النحو التالي: سجل سعر الدولار الأمريكي 15 جنيه 74 قرش للبيع، 15 جنيه 64 قرش للشراء. اليورو 18 جنيه 49 قرش للبيع و 18 جنيه 37 قرش للشراء. وسجل سعر الجنيه الاسترليني 21 جنيه 96 قرش للبيع و 21 جنيه 55 قرش للشراء. الريال السعودي 4 جنيه 19 قرش للبيع، 4 جنيه و17 قرش للشراء. الدرهم الإماراتي 4 جنيه 28 قرش للبيع و 4 جنيه 26 قرش للشراء. أسعار الذهب، أسعار الذهب النهاردة معانا ارتفعت أسعاره خلال الأسبوع اللي فات بقدر حوالي 21 جنيه. هنتابع مع حضراتكم أسعار الذهب حسب شعبة الذهب. عندنا عيار 18 سجل حوالي 672 جنيه، 21 عيار 21 ده طبعا ده بيعتبر الأكثر انتشارا في مصر، يعني سجل حوالي 785 جنيه. أما بالنسبة ل 24 سجل حوالي 897 جنيه. الجنيه الذهب سجل حوالي 6280 جنيه. طبعا زي ما احنا معودينكم دايما بنطلع معاكم كل يوم برنامج هذا الصباح على مدار الثلاث ساعات، بنطلع بث مباشر على الصفحة الرسمية سواء الفيسبوك او حتى النهاردة هنطلع مع حضراتكم على القناة الخاصة باكسترا نيوز اليوتيوب، يعني هندخل على اليوتيوب هنكتب اكسترا نيوز هنطلع مع حضراتكم لايف وموجودين مع حضراتكم لايف على مدار الثلاث ساعات، وهنتابع طبعا كل التعليقات وهنتابع كل الكومنتس اللي طبعا بنكون حريصين ان احنا نرد عليها او حتى نتابعها. لو عندكم اي اراء اي مقترحات يا ريت تتواصلوا طبعا معنا. الف مبروك للاهالي وللطلاب اللي نجحوا وتعبوا، وسواء كانوا من اوائل الثانويه العامه او حتى يعني حصلوا على مجموع مرتفع. بالمناسبه زي ما قال وزير التربيه والتعليم امبارح انه اللي اخذ 65-70% ده يعني شاطر جدا، لانه المجاميع السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت، يعني تراجعت شويه عن السنه اللي فاتت والسنين اصلا كلها اللي سبقتها. 88% يعني ده ممكن يدخلك الكليه اللي نفسك فيها. نسب الرسوب السنه دي ضئيله جدا جدا جدا، هو فعلا ما حدش حصل على الدرجات النهائيه في معظم المواد زي ما قال الوزير امبارح، انه حتى يعني علشان امتحانات السنه دي مختلفة أو بتعتمد أكتر حاجة على الفهم، فغير طبعا الحفظ والتلقين أن أنت تكون حافظ اللغة العربية وحافظ النحو، فبالتالي أكيد هتجيب الدرجات النهائية السنة دي علشان النظام اتغير وبدأ أن هم يعتمدوا أكتر على فهم الطالب وعلى أن هو يبدع أكثر، غير طبعا التلقين
والحفظ اللي كان بيعتمد خلال السنوات اللي فاتت، فما فيش حد جاب الدرجات النهائيه. حتى يعني يمكن الوزير قال حتى طه حسين ما كانش هيجيب الدرجات النهائيه، لانه زي ما بقول لحضراتكم السنه دي الامتحانات مختلفه، وكل سنه هيكون في تطوير لامتحانات الثانويه العامه وللدراسه بشكل عام. واعلن امبارح وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني انه طلاب الشعبه العلميه في نتيجه الثانويه العامه قبلوا بلاء حسنا، وانه فعلا مفيش طالب حصل على الدرجه النهائيه، وانه عدد الطلاب اللي حصلوا على النسبه من 90% حتى 95% في الشعبه العلميه حوالي 20,000 طالب. وقال انه المجاميع هترجع زي زمان، ترجع زي زمان يعني ايه؟ زي ما كده ما كنت بقول لكم 70% ده يعني شاطر جدا، 88% السنه دي ممكن يدخل يعني كليات، ما بحبش اقول كليات القمه والقاع لانه هي كلها كليات مفيده، وكل واحد على حسب طبعا ميوله، وكل واحد لما يعمل الحاجه او يدخل الحاجه اللي هو حاببها هيوصل فعلا للقمه. طيب 47 طالب من اوائل الثانويه العامه، عندنا كده يعني شويه ارقام. اضاف خلال المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجه الثانويه العامه 2021 انه المجاميع هترجع زي زمان زي ما كنت بقول لحضراتكم، وانه هدف التقييم في نتيجه الثانويه العامه قياس مستويات الفرز ما بين الطلاب، وقال انه 47 طالب هم من اوائل الثانويه العامه 2021. فاطمة محمد الأولى على الثانوية بشعبة علمي علوم حاصلة على 404 من أصل 410، بنبارك لها وبنقول لها ألف مبروك يا فاطمة. الله يبارك في حضرتك. يعني قولي لي طبعا أول ما سمعتي الخبر مين اللي قالك أولا، يعني مامتك، عرفته إزاي؟ عرفنا من التلفزيون من مؤتمر الوزير. طب وكان إحساسك إيه ساعتها؟ كنتي متوقعة؟ لا انا ما كنتش عارفه احسب مجموعي بالظبط كان ايه، يعني كنت متوقعه الحمد لله اجيب مجموع كويس، بس ما توقعتش بالظبط هيبقى ايه، بس الحمد لله. يعني الحمد لله. الحمد لله، الف مبروك ليك يا فاطمه. طيب نفسك يعني الكليه نفسك تخشيها، نفسك في ايه؟ ان شاء الله اخش طب المنصور. هتخشي طب؟ عايزه تبقي دكتوره في المنصوره؟ لا باذن الله ربنا يوفقك يا رب. طيب قولي لي بقى يعني اهلك رد فعلهم كان ايه؟ كانوا مبسوط يعني كانوا برضو متوقعين يعني؟ قولي لي كده الاجواء كانت عندك عامله ازاي؟ هم كلهم مبسوطين، وهم يعني هم متفاجئين، بس يعني هم كانوا الحمد لله متوقعين ان اجيب مجموع كويس. بس الاولى على الجمهوريه دي كانت مفاجاه حلوه يعني. طبعا طبعا الف مبروك لك يا فاطمه يا رب، وان شاء الله كمان تتفوقي في الكليه بتاعتك وتحققي كل اللي نفسك فيه. السؤال المعتاد يا فاطمه، عشان كمان الناس او الطلاب اللي داخلين ثانويه العامه، تنصحيهم بايه؟ يعني بتذاكري ازاي؟ بتقسمي وقتك ازاي؟ ايه المطلوب يعني؟ لو تقول لنا كده نصايح بقى، لانك الاولى على ثانويه في شعبه علمي علوم، تقول لهم ايه؟ تنصحيهم بايه؟ يخلصوا أول بأول، ما يرقموش حاجة من يوم للتاني، يحاولوا ينظموا وقتهم على قد ما يقدروا. ازاي بقى ننظم وقتنا ازاي يا فاطمة؟ يكونوا ما يرقموش حاجة مثلا لتاني يوم، يحاولوا ياخدوا فترات بريك معينة، يحاولوا يسجلوا مثلا في ورقة ايه المفروض يعملوه النهاردة، بحيث انهم يعرفوا ما انجزوا ايه وما انجزوش ايه. يحاولوا برضو ما يضغطوش على ساعات نومهم، يحاولوا ياخدوا فترة نوم كفاية بحيث ان هم ما يتعبوش. صح. انا كنت بهتم بالحتة دي، ما كنتش مثلا بعمل زي الناس اللي بتقول لا بننام 3-4 ساعات، لا ما كنتش بعمل كده. كنت بتنامي كويس؟ كنت بتنامي الساعة كام؟ وانا نومي اتغير من وقت للتاني يعني، بس الفتره اللي انا حسيت ان هي احسن وقت للنوم، كنت اول السنه خالص كنت بنام من 12 ل 8، دي اكتر فتره ريحتني، انما انا ما كنتش ماشيه كده طول السنه. برافو عليك يا فاطمه والف مبروك، وربنا يا رب يكتب لك كل النجاح والتوفيق، ودايما كده يفرح اهلك بيكي. فاطمه محمد الاولى على الثانويه شعبه علمي علوم الحاصله على 404 من اصل 410. احمد اسامه علي
الثاني على الثانوية العامة شعبة علم رياضة، حاصل على 403 من أصل 410. صباح الخير ويعني ألف مبروك يا أحمد. الله يبارك في حضرتك. صباح النور. صباح النور. يعني انتوا كلكم طبعا احنا عارفه انا مصحيينكم النوم، انتوا عاده بتصحوا بدري. غالبا. طيب قول لي بقى انت يعني رد فعلك كان ايه ورد فعل اهلك و كنت متوقع النتيجه دي؟ ما كناش فعلا متوقعها خالص، واتبسطنا يعني من الفرحه، وانا كنتها في فيسبوك لله يعني الموضوع. احمد انا مش سامعاك كويس. يعني يوم جميل الصراحه، احنا طبعا اتبسطنا من الفرحه، وانا قمت صليت ركعتين شكر لله، وكانت مفاجاه كبيره لنا كلنا. قولي طب الامتحانات كانت صعبه ولا كانت كويسه؟ لان انا بصراحه شفت السنه دي يعني بعض الطلاب اللي كانوا بيشتكوا بيعيطوا والامتحانات صعبه وفي الاخر طلعوا من الاوائل. كان في امتحانات مستواها اعلى من السنين اللي فاتت، ولكن هي يعني ما كانتش صعبه بالدرجه اللي هي تخلي واحد يطلع يعني يشتكي للدرجه اللي كنا بنشوفها. يعني كان في مغالاه شويه. طب عينك على اي كليه يا احمد؟ كمبيوتر ساينس. بالظبط كمبيوتر ساينس. طب ليه اشمعنى كمبيوتر ساينس؟ انا مهتم بمجال البروجرامنج دلوقتي. طيب ده يعني ده يعني عاده نادرا ما بلاقي حد مهتم قوي بالكمبيوتر ساينس. انا اصلا كنت مشترك في مسابقات وكنت واخد ميداليه في الاولمبياد المصريه. ما شاء الله، برافو عليك يا احمد، برافو عليك. مبسوطه بيك جدا وبنبارك لك وبنبارك لاهلك والف مبروك. احمد اسامه علي الثاني على الثانويه العامه شعبه علمي رياضه، حاصل على 403 من 410. ايمان سعيد الثاني مقرر شعبه علمي علوم. ايمان صباح الخير. صباح النور. مبروك. الله يبارك في حضرتك. ايه الشطاره دي يا ايمان؟ قولي لي يا ايمان كنت بتنظمي وقتك ازاي الاول؟ والله يعني كل يوم كان بيبقى ليه جدوله، يعني على حسب بقى عندي مادة ايه بقى. كنت بصحى بدري اهم حاجة و لا قولي لي كده، قولي لي يعني يومك يعني بيكون ماشي ازاي؟ بتنامي الساعة كام؟ بتصحي الساعة كام؟ بتنظمي وقتك ازاي؟ امتى البريك؟ يعني قولي لنا كده يومك كان ماشي ازاي؟ كنت في الأول يعني لا كان نومي ملخبط شوية، بس بعد كده في الآخر بقى اضطريت إن أنا أظبط نومي. كنت بنام الساعة 10 مثلا وبصحى يعني 6 أو حاجة زي كده، وبقوم بقى ابدا على طول. يعني هو اول ما تصحي تبقى فايقه شويه، وبعدين كل ساعه او حاجه باخد بريك، بس ما اطولش، حاجه ما اطولش كده. ده الكلام ده كان في الاخر بقى. وهكذا يعني لو عندي درس او حاجه بنزله في نص اليوم، ولما باجي برضه بستمر على نفس النظام. يعني انت كنت بتنامي الساعه 10 وبتصحي الساعه 6 وبتبداي مذاكره من الساعه تقريبا يعني 6 6 ونص 7 قبل ما تفطري وكده، ولا ما تفطريش؟ بس مش كل يوم يعني، في الاخر بقى قللت اكتر من كده. قللتي وقت النوم. قللتي وقت النوم. الامتحانات السنه دي كانت سهله ولا كانت اخبار يعني كانت صعب؟ يعني قولي لي كده الامتحانات كانت بالنسبه لك يعني ما فيش حاجه تقدري تقولي عليها سهله قوي ولا صعبه قوي، يعني كان كله كان فيه وفيه، كل امتحان كان فيه السهل قوي وفيه الصعب. كان فيه دروس؟ بتاخدي دروس؟ في كل المواد ولا في مواد ومواد؟ لا كل المهم. كل توفيق ليكي يا ايمان. وقبل بس ما اقفل معاكي، نفسك تخشي كليه ايه؟ طب ان شاء الله. طب ان شاء الله باذن الله. مين مثلك الاعلى؟ دكتور مجدي يعقوب. شايفين يا جماعه البنات؟ شايفين يا جماعه البنات؟ والله يعني فخوره جدا بيكو وسعيده جدا بيكو. ايمان سعيد الثاني مقرر شعبه علمي علوم، الف الف مبروك. معانا فريدة مؤمن إبراهيم الأولى أدبي الحاصلة على 300. معنا حسام. طيب معانا حسام محمد النوبي الأول على الثانوية العامة شعبة العلوم لنظام الدمج، وحاصل على 397 ونص من 410. يا أسامة مبروك. حسام مبروك. حسام مبروك يا حسام، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كنت متوقع النتيجة دي يا حسام؟ صراحة أنا اجتهدت طولت السنة وتوقعتها يعني الحمد لله. طب قول لي بقى أهلك كمان فخورين يعني قالوا لك إيه؟ كانوا متوقعين لما سمعت إن أنت الأول على الثانوية العامة شعبة العلوم، يعني
كان ايه رد فعلهم؟ قالوا لك ايه؟ طبعا هم فخورين بيا جدا وشكروني على مجهودي، وطبعا انا حمدت ربنا الحمد لله، ده كرم كبير قوي من ربنا، وكانت فرحنا جامد يعني ليلتنا كلها. كان بيضغطوا عليك بقى يا حسام بصراحه كده؟ المذاكره يعني؟ اه. ولا انت لوحدك كده كنت بتقوم وتذاكر وتنظم وقتك؟ انا ايوه انا كنت بقوم واذاكر مع نفسي وبعمل جداول وامشي عليها وكده. ونفسك تخش كليه ايه؟ نفسي اخش كليه طب زي كلكوا طب كده؟ كله طب؟ طب انت اهلك اللي نفسهم ان انت تخش الكليه دي ولا انت نفسك تخش كليه الطب؟ انا اللي نفسي ادخلها. انت اللي نفسك تدخلها. طب كنت بتنظم من وانا صغير يعني؟ من وانت يعني حلمك من وانت صغير؟ اه. طب تنصح بقى الطلاب اللي داخلين على الثانويه العامه بايه؟ انصحهم يشدوا حيلهم، اللي انا فيه دلوقتي تعب سنه ويعني ما راحش على الفاضي تعبي، والحمد لله ربنا عوضني خير طبعا، ويعني يشدوا حيلهم، واللحظه اللي انا فيها دي لحظة سعيدة جدا، لما يحققوها هيقولوا الحمد لله ان احنا بذلنا المجهود ده كله. طيب حسام، انا الاعداد بيقول لي ان انت كان عندك يعني اصابة من وانت صغير. اه كان عندي اصابة في عيني نتيجة ولد ضربني فيها بقلم رصاص. بس وانا في تانية ابتدائي. طب وانت كويس دلوقتي صح؟ لا لسه برضو الاصابة معايا برضو مكمل، وعملت فيها 27 عملية. طب ورغم الإصابة دي اللي بقالها معاك من وانت صغير، ده كان بالنسبة لك في صعوبة في المذاكرة وكده ولا يعني هو يعني بتتصرف ازاي؟ بتذاكر ازاي؟ طبعا هي لما كنت بركز جامد او بعد فترة طويلة كنت ممكن اصدع ادوخ او كده، فكنت مثلا بروح انام ساعة ولا حاجة، افصل شويه، اكل، اعمل اي حاجه، المهم اريح عيني شويه. محتاج عمل يعني في عمليات تانية محتاجها يا حسام؟ ايه اللي انت محتاجه؟ طبعا هو يعني محتاج عمليات، بس احنا استشرنا هنا قالوا يعني لغايه كده، وممكن يكون في المستقبل، بس يعني لو في بره في فرنسا او كده، انا عارف ان هم متقدمين جدا في مجال العيون يعني. كل التوفيق ليك يا حسام، يعني رغم الاصابه ولكن انت يعني ما شاء الله عليك الاول على الثانويه العامه، وما فيش ابدا حاجه وقفت قدامك او وقفت قدام طموحك، وده ان يدل على شيء، يدل على انه فعلا الاراده، الاراده لما الواحد كده يبقى عنده من جواه مصمم ان هو يوصل لحاجه، مهما كان في صعوبات، مهما كان في معوقات، هيقدر ان هو يوصل لها. حسام يعني احنا فخورين جدا جدا بيك بجد بجد. طب بعد اذنك، انا كنت ليا حلم يعني ان انا عايز اقابل سيد الرئيس. يعني ان شاء الله يكون سامعك، وباذن الله يكرمكم كلكم، ويبقى فيه طبعا تكريم لاوائل الثانويه العامه باذن الله، لان انتم فعلا تستاهلوا، وحسام انت كمان تستحق فعلا، لانه رغم الاصابه ورغم ان عينك يعني كان يعني في اصابه، ربنا يشفيك ويعافيك، ولكن انت ما شاء الله عليك الاول على الثانويه العامه. حسام محمد النوبي الاول على الثانويه العامه شعبه العلوم لنظام الدمج، والحاصل على 397.5 من 410. شكرا ليك، نورتنا. معنا مين؟ مايكل سمير الثالث مقرر بالشعبة العلمية علوم. يا مايكل برحب بيك، صباح الخير وألف مبروك. مايكل صباح الخير. صباح النور. مبروك يا مايكل. ربنا يبارك في حضرتك. ألف ألف مبروك. لما سمعت كده اسمك إنك الثالث مقرر على مستوى الجمهورية، عملت إيه؟ فرحت طبعا. أكيد طبعا. كنت متوقع كده؟ لا. الامتحانات بقى أخبارها إيه؟ يعني الامتحانات كانت سهلة؟ كانت صعبة بالنسبة لي؟ يعني أنت كنت شايفها إزاي؟ مستوى الامتحانات السنة دي؟ في مواد ومواد، يعني في مواد كانت سهلة وفي مواد كانت صعبة. صعبة بالنسبة للي مذاكر ولا لأ؟ بالنسبة للاتنين صح. طب والمواد اللي أنت كنت شايفها صعبة دي جبت فيها كام؟ العربي أنا نقصت 5 درجات. بس العربي مفيش حد جايب الدرجة النهائية.
يعني العربي ما فيش حد جايب الدرجه النهائيه. طيب طب وانت نفسك تخش كليه ايه يا مايكل؟ ان شاء الله طب بشري. طب بشري ما شاء الله، ان شاء الله ربنا يحقق كل احلامك يا مايكل باذن الله، وفخورين جدا بيك واسرتك كمان. انا عايز اعرف بقى دور الاسره كانت معاك ايه، مين اللي كان معاك ومين اللي كان اكتر حد يعني واقف جنبك وبيشجعك تذاكر مين؟ كلهم الصراحه، بابايا ومامتي واخواتي كمان. ربنا يخليهم لك يا رب. انتوا كم يعني اخواتك عددكم قد ايه؟ عندي اخ واخت. ربنا يخليك. كلهم شاطرين زيك كده؟ اه ما شاء الله. اوائل برضو ولا لسه اصغر منك؟ لا لسه اصغر منك بس شاطرين. اه طب ماما وبابا بقى كانوا بيضغطوا عليك وكانوا على طول يقول لك ذاكر وكان في كده زن شويه، ولا انت لوحدك كنت لا بتعمل الجداول بتاعتك وبتذاكر لوحدك وعارف يعني طريقك؟ لا انا كنت شغال مع المدرسين بتوعي. شكرا ليك مايكل سمير الثالث مقرر بالشعبه العلميه علوم. شكرا ليك. معنا فريده مؤمن ابراهيم الاولى ادبي حاصله على 308 من 410. فريده مبروك. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. مبروك ليكي ومبسوطين جدا بيكي الاولى ادبي و 308 من 410. 388. 388. اه ما انا عماله اقول برضه ازاي 308. لا الف مبروك ليكي يا فريده. وقولي لي بقى الادبي كمان يعني اعتقد حفظ يعني ادبي، احنا انا كنت ادبي. الادبي دلوقتي في النظام الجديد. قولي لي بقى اخباره ايه، لان انا يعني اتخرجت بقالي كتير قوي. هو عامه الادبي يعني في النظام الجديد بقى زيه زي العلمي رياضه وعلوم، يعني من وجهه نظري اصعب كمان ممكن شويه، خصوصا في مادتين زي الفلسفه وعلم النفس، لان دول مادتين كلهم تفكير واسع جدا. ف احنا كنا بنحفظهم، انا عن نفسي كنت بحفظ بحفظ العلم النفس جديد خلاص مفيش. يعني كانوا معتمدين تماما على الفهم، وهم اوريدي مواد اساسا معتمده على التفكير والتعمق في التفكير ده والتامل، فهي كده كده حاجات واسعه جدا في طريقه تلقيك ليها وفهمك لمعلوماتها، لان هي اساسا وجهات النظر بتتعدد فيها، خصوصا يعني الفلسفه اكتر من علم النفس، بس يعني المادتين فيهم الفكر ده. فكانت اصعب يعني في امتحاناتها وطريقه اسئلتها، لان الاجابه فعلا ممكن يعني السؤال ممكن يتفهم بكذا طريقه، فبالتالي ممكن ان انت تشوف ان يناسبوا كذا اجابه. ففي النظام الجديد اعتقد الطريقه دي افضل يا فريده، ان احنا نعتمد على الفهم اكتر من ان انت تحفظ ومش فاهم. اعتقد الفهم احسن بكتير من حيث الاستفاده، اكيد الفهم احسن، بس في ظل النظام الجديد خصوصا ان احنا بنتدرب بقالنا يعني سنتين، يعني اتدربنا سنتين بس كنا محتاجين وقت اكتر، بس بالنسبه للاستفاده اكيد الفهم احسن بكتير، ولكنه كان متطلب مجهود اكبر بكتير، فبالتالي كان في تحدي وصعوبه صح. الى حد بعيد. بس العالم كله خلاص يا فريده كده، يعني العالم كله بيقرا بقى كتب من بره، بيحاول ان هو يستوعب المعلومه يبقى عنده توسع اكتر في المعلومات من خلال الكتب وقرايه الكتب، يعني مش بس الكتاب المدرسي، لا لازم تثقف نفسك كده وتدرب نفسك ان انت تقرا من بدري. يعني دي حقيقة طبعا، النظام يعني ساعد أكتر إن إحنا نكون بندور في كذا مصدر، خصوصا إن الوزارة نفسها كانت يعني موفرة كذا مصدر للمعلومات. فهو كنت بتتابعي المصادر بتاعت الخاصة طبعا من الوزارة، الحاجات الجديدة والسايتس الجديدة للطلاب كنت بتتابعيها؟ كنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا أتابعها كلها، يعني كان من أولوياتي إن أنا أكون مطلع على المعلومات اللي فيها، منصة البث المباشر، منصة حصص مصر، مصر التعليمية، بنك المعرفة، قناة مدرستنا اثنين. بنك المعرفة ده كنز برضه، يعني بنك المعرفة ده أنا بدخل عليه يعني ده لوحده يعني مصدر واسع جدا صح. يعني وافر المعلومات. لجأتي إليه؟ نعم لجأتي إليه، كنت بتطلعي فيه يعني؟ يعني انا كنت عارفه ان في النظام الجديد ده انا لازم اي مصدر للمعلومات لازم اطلع عليه، علشان الامتحان خلاص ما بقاش مقيد بكتاب مدرسي معين، هو احنا بنسال في معلومات كلها قائمه على الربط والتحليل والفهم. ف يعني انت كل ما كان عندك معلومات ازيد كل ما كان عندك قدره اكتر على ان انت تفهم السؤال ده فتعرف تجاوب عليه. انت الدرجه المئويه انت جايباها كام؟
انا جايبه 94.63. نفسك تخشي كليه ايه؟ يعني انا في كذا مجال بحبهم طبعا، بس حاليا مياله اكتر لمجال اقتصاد وعلوم سياسيه، فبس لسه ما استقرتش، بس ان شاء الله هو ده المجال اللي لحد دلوقتي. ليه اقتصاد وعلوم سياسيه؟ علشان انا كان نفسي، يعني قبل ما سوري ان انا بقطعك، بس انا كان نفسي اخش في الكليه دي، لكن فرقت معايا على نص درجه، يعني انا كنت جايبه كمان اكتر من 94، بس فرقت على نص درجه. بس السنه دي المجاميع ما شاء الله يعني مختلفه عن السنه اللي فاتت، يعني اي حد جايب حتى مجاميع اقل من السنه اللي فاتت ممكن يخش الكليه نفسه فيها. دي حقيقه فعلا، مستوى مجاميع السنه دي اقل عن السنين اللي فاتت نظرا لاختلاف نظام الاسئله نفسه، فبقت المجاميع دلوقتي اشبه الى حد بعيد بمجاميع اللي هي القديمه خالص. يعني انا الكليه دي او المجال ده بالذات في الدراسه مياله ليه، علشان هو في فرصه كبيره جدا ان انت تتميز وتثبت نفسك فيه، خصوصا ان في يعني بوزيشنز معينه في المجال ده مش ناس كتير قوي بتشتغل فيها، مش ناس كتير قوي مطلوبه يعني بالظبط، فهي مجال مطلوب فيه العمل بشكل واسع، فاقدر ان انا اثبت نفسي فيه اكتر، فعشان كده مياله اليه الى حد بعيد لحد دلوقتي. نصايحك يعني، انت قدوه يا فريده طبعا، يعني قدوه لطلاب كتيره جدا، نصايحك ايه؟ كنت مثلا بتعملي ايه؟ بتذاكري ازاي؟ بتنظمي وقتك ازاي؟ بالذات ان ادبي مختلفه عن علمي بكتير، يعني قولي لنا كده كان يومك ماشي ازاي؟ هو انا من اول السنه وانا كنت حريصه على حاجه، يعني ما كنتش بعملها على مدار السنين اللي فاتت، بس كنت حريصه جدا سيدي ان انا اعملها، وهي ان انا اهتم بصحتي النفسيه، ان انا اكون طول الوقت يعني اعصابي هاديه، عارفه اسيطر على توتري علشان اعرف اتحكم في شغلي وادائي يكون كويس في المذاكره. فدي طبعا من الاول. برافو عليكي، لازم كل بحييكي يا فريده، شاطره، صحه نفسيه، وبحيي اهلك كمان. لأنه أهلك ليهم دور كبير جداً في الصحة النفسية، الضغط والتوتر ده بيدمر النفسية، بيدمر النفسية. دي حقيقة فعلاً، يعني دايماً هم حتى أهلي كمان كانوا بيحاولوا أن هم دعمهم يكون يعني بكل هدوء، يعني احنا عايزين هدف معين، بس احنا مش هنضغط ومش مش هتبقى الدفعه لقدام بالنسبه لنا هي بان احنا نقول كلام يعنف فده يزقني لقدام، لا بالعكس، كان الكلام دايما بيكون بناء وايجابي علشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه ده يعني بافضل شكل ممكن. فالحمد لله دي حاجه انا من اول السنه انا ووالدتي ووالدي واخواتي كنا بنشتغل عليها، فدي من اهم النصايح اللي بنصح بيها مش بس الطلبه والاهالي كمان. تاني حاجه ان هم يعني يحطوا هدف قدامهم وبعدين يركزوا، يكون كل تركيزهم على هم هيسعوا الهدف ده ازاي، يبذلوا اقصى مجهودهم عشان يوصلوا له. صح. لو وصلوا له يبقى ربنا كاتب لهم كده فهو ده الخير، لو بعد الشر ما وصلوا لهوش يبقى ربنا شايل لهم حاجه اكبر، خير اكبر في حته تانيه. صح. فمش عايزه اي حد يحبط خالص بجد، علشان الاحباط مش هيوديهم في اي حته، ايا كانت النتيجه اللي وصلوا لها ممكن تبقى دي بدايه يبداوا منها ان هم يسعوا لحاجه ثانيه ويعرفوا يوصلوا لها. فاتمنى بجد ان كل طلبه دفعه 2021 يكونوا كلهم فخورين بنفسهم، لان هي فعلا كانت سنه مختلفه وكانت تحدي كبير جدا، فاي حد مر بيها يستاهل ان هو يكون فخور بنفسه ايا كان المجموع. شكرا ليكي فريده، نورتيني. فريده مؤمن ابراهيم الاولى ادبي، بشكرك على وجودك معانا، بشكر كل طبعا الاهالي اللي كانوا بدل ما كانوا عبء وضغط وتوتر على اولادهم كانوا بيدعموا نفسيتهم، كانوا واقفين جنبهم وكانوا في ظهرهم وكانوا معاهم، لانه الاهالي بيكون ليهم دور كبير جدا في الصحه النفسيه بتاعت الطلاب. الأهالي اللي بتضغط وبتزعق وتشخط ويلا وذاكر، والطالب بيتوتر جدا وده بيدمره فعلا نفسيا. للأسف الشديد كل سنة بنسمع عن حالات انتحار، والله العظيم معظمها فعلا من الأهالي، من الضغط بتاع الأهالي، ونتيجة الثانوية العامة فعلا مش آخر المطاف، ده انت لسه هتدخل على كلية، لسه في جامعة، بعد الجامعة في شغل، وقت الجامعة لازم تاخد كورسات، أهم حاجة إن أنت تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها، حتى لو مجموعك ما جابش الكلية أو الجامعة اللي أنت حاببها، خد كورسات في المجال اللي أنت بتحبه، هتشتغل فيه وهتحقق حلمك فيه. أهو أنا زي مثلا مثال، وده يعني ما ينطبقش على كل الناس، ولكن مثال، أنا كان نفسي أخش كلية
مجموعي ما جابش الكليه دي، دخلت الكليه الثانيه كليه الاعلام واشتغلت مذيعه والحمد لله يعني فخوره جدا وسعيده جدا باللي يعني اختاره لي ربنا. ف وحتى يعني رغم انه يمكن نسب الرسوب مش مرتفعه السنه دي، ولكن حتى لم يحالفهم الحظ هذا العام، ايه المشكله؟ عادي انك تعيد السنه وتذاكر وتجتهد وتجيب المجموعه ان شاء الله اللي انت نفسك تخش الكليه من خلاله. فالموضوع بجد بسيط جدا 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 ومش محتاجه التوتر والقلق والضغط اللي فيه الطلاب او حتى الاهالي. اوائل الجمهوريه اعربوا عن سعادتهم الكبيره جدا بتفوقهم وحصولهم على المركز الاول. هنتابع مع حضراتكم. انا سارة علاء محمد، الثالثه على الجمهوريه والاسماعيليه ادبي. طبعا الفرحه يعني مبسوطه جدا لما عرفت الصبح من بعد المؤتمر بتاع الوزير البث المباشر كان بيعلن عن الاوائل وشفت اسمي وكده، وبعدين السيد المحافظ ووكيل الوزاره كلموني، وطبعا يعني كان ليا الشرف وكانت حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا ابقى الاولى على الاسماعيليه وان انا شرفت بلدي وفرحه اهلي واللي حواليا. فالحمد لله انا يعني مبسوطه جدا ان ربنا ما ضيعش تعبي والنتيجه الحمد لله جات كويسه فالحمد لله. فرحتنا كانت كبيره النهارده طبعا ومش مصدقين ان احنا كنا متوقعين ان هي تاخد مركز على مستوى اسماعيليه، بس ما كنتش متوقعه ابدا يبقى يعني على مستوى الجمهوريه، ان كرم كبير من ربنا الحمد لله ان هي تعبت جدا. يعني فرحتنا بيها عظيمه قوي النهارده انها ربنا ربي اكرمها كده وكان تعبها بالنجاح واسعدنا بيها، يعني ما تعرفيش الواحد جواه عامل ازاي. هي كانت صدمه يعني انا ما استوعبتش، طب يعني ازاي، طب انا يعني في ايه اللي بيحصل، لقيت يا دوبك شفت اصلا اسمي في الاوائل وبعدين بقى لقيت مكالمات وهيصه، فخلاص انا اندمجت في الموضوع من غير ما استوعب ايه اللي بيحصل. قلت لماما عشان افرحهم، يعني انا نتيجه الثانويه العامه بالنسبه لي كانت كلها هي فرحه اهلي مش عشان حاجه تانية، ما كانتش مهمه بالنسبه لي كل الحاجات التانية على قد هي فرحه اهلي بس، فبسطت يعني لما لقيتهم فرحانين. صراحه الحمد لله فضل من الله ونعمه، فده فضل ربنا علينا في الاول وفي الاخر. فرحه كبيره جدا لا توصف، ولحد الان بحاول استوعب ايه اللي بيحصل، بس الحمد لله فرحه كبيره جدا 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 بحاول استوعبها واتخيلها، يعني احساس لا يوصف بصراحه. طبعا انا مش قادره اصلا اقول انا فرحانه قد ايه، مش عارفه دي تتقدر ازاي، يعني مش عارفه اعمل لها كوانتيتي بصراحه، بس هي فرحه كبيره قوي قوي قوي. اتمنى ان شاء الله تكمل بان احنا نطمن على اصحابه وزمايله وقرايبه ان شاء الله خير، واتمنى يا رب محمد يعني يكمل زي ما احنا مكملين كده ان شاء الله ويبقى احسن مننا كلنا باذن الله. انا كان اقصى اماني اللي انا اتوقعها ان هو يطلع من اوائل محافظه المنوفيه، وكنت بتمنى ذلك، فما كانت صدمة كبيرة ومفرحة ليا ان هو طلع الثالث على محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية والاول على محافظة المنوفية، وده حاجة تشرفني لان انا يعني حسيت ان كل مجهودي وتعبي ادى الى نتيجة يعني يفخر بها اي انسان. انا متعود من السنين اللي قبلها ان انا بحب شخصيا، انا بحب دايما يعني اتفوق، بحب اطلع الاول، يعني حتى لو ما كنتش بطلع الاول انا دايما هدفي ان اطلع الاول، فلما اعلى بالطموح عالي على الاقل لو نزلت شويه هكون حاجه عاليه برضو. بالمناسبه بس قبل ما يعني ننتقل لموضوع تاني، تظلمات السنه دي هتكون مختلفه عن كل سنه، تظلمات على درجات الثانويه العامه هتكون من خلال رابط الكتروني، ده هيتم الاعلان عنه يوم 22 اغسطس قبل امتحانات يعني الترم الثاني، وكل ماده اعتقد بيتم الدفع 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية، وكل تفاصيل هيتم اعلانها يوم 22 اغسطس عن هذا الرابط الالكتروني، وحتى هيتم الرد الكترونيا. طيب، واحد من اشهر الكتاب الصحفيين والادباء المصريين وكتب اشكال مختلفة ومجالات متنوعة، الكاتب الراحل انيس منصور اللي بتحل النهارده ذكرى ميلاده. العاقل يستفيد من اعدائه والغبي لا يستفيد من أصدقائه. إحدى مقولات حكيمة كثيرة كتبها الصحفي والأديب الكبير أنيس منصور. هو واحد من أبرز الكتاب المصريين، ولد في مثل هذا اليوم 18 من أغسطس لعام 1924 بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن في سن 9 في كتاب القرية، واستكمل دراسته الثانوية في مدينة المنصورة. التحق بكلية الأداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة،
الذي تفوق فيه وعمل أستاذا في القسم ذاته بجامعة عين شمس من عام 1954 وحتى عام 1963، ثم تفرغ للكتابة والعمل الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم والإبداع الأدبي. كانت بداية أنيس منصور في عالم الصحافة مع مؤسسة أخبار اليوم التي تتلمذ على يد مؤسسيها مصطفى وعلي أمين، ثم تركها وتوجه إلى مؤسسة الأهرام في مايو عام 1950 وحتى عام 1952، ثم سافر إلى أوروبا وظل يعمل في أخبار اليوم حتى تركها عام 1976 ليصبح رئيساً لمجلس إدارة دار المعارف، وثم أصدر مجلة الكواكب. كلفه الرئيس السادات بتأسيس مجلة أكتوبر في 31 من أكتوبر لعام 1976، وهي مجلة عربية سياسية اجتماعية شاملة، ليكون رئيساً لتحريرها ورئيساً لمجلس إدارة دار المعارف حتى عام 1984. أسهم في مختلف مجالات الكتابة بمؤلفات قاربت 200 كتاب تشكل في مجموعها مكتبة كاملة متكاملة من المعارف والعلوم والفنون والأداب والسياسة والصحافة والفلسفة وغيرها، وكتب في مجلات متنوعة عكست نظرته ورؤيته لمختلف القضايا والموضوعات. أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية، واطلع على كتب عديدة في هذه اللغات وترجم بعضاً من الكتب والمسرحيات المكتوبة بغير العربية. كما سافر كثيراً وكتب الكثير في أدب الرحلات، وألف في ذلك عدداً من الكتب، منها كتاب حول العالم في 200 يوم، وبلاد الله لخلق الله، وغريب في بلاد غريبة. كما كانت كتابات أنيس منصور فيما وراء الطبيعة في فترة من الفترات هي الكتابات المنتشرة بين القراء والمثقفين، ومن أشهر كتبه في هذا المجال الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء. كما ترك عدداً من المؤلفات والتي تحولت لأعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية، ومن أشهرها مسرحية حلمك يا شيخ علام ومن الذي لا يحب فاطمة وهي وغيرها وعندي كلام. رحل أنيس منصور في 21 من أكتوبر لعام 2011 بعد رحلة مع الحياة استمرت 87 عاماً امتلأت بالعمل والعطاء. أورام الثدي للسيدات هو مرض الأكثر انتشاراً من حيث الأمراض الكانسر اللي بتعرض لها السيدات. للأسف هناك الكثير من السيدات اللي بيتوفوا بسبب سرطان الثدي، وبالأخص في مصر، مش بس العالم ولكن في مصر. ولكن وفقاً لآخر الإحصاءات إحنا عندنا يعني الاكتشاف المبكر ليه دور كبير جداً في العلاج من هذا المرض الخبيث. نسب الشفاء تصل إلى 95%، ده في حال لو كان هناك كشف مبكر. علشان كده الفترة الأخيرة كان هناك العديد من المبادرات الرئاسية اللي بتدعم صحة كمان المرأة المصرية، وبتدعو السيدات للكشف المبكر. عندنا فرق صحية بتروح كل المحافظات بتحث السيدات ان هم يكشفوا عن كافة الأمراض، منها كمان سرطان الثدي. الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية قال ان هناك دعم سياسي من جانب الدولة لأي مبادرة صحية بشكل عام، لأن هي أصبحت من ضروريات المشروع لنجاحه. وقال إن المنظومة الصحية الحكومية هدفها علاج المرضى والمجتمع يشعر إنه الأماكن اللي بيتم تصميمها والمستشفيات الجماعية هدفها علاج المرضى، تسهيل وصول الخدمة الصحية لها. من ضمن هذه المبادرات اللي هناك اهتمام رئاسي بها هو دعم صحة المرأة المصرية ومنها سرطان الثدي. معانا على الهاتف للمزيد من التفاصيل معانا دكتور عماد شاش مدير مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ خلود، ازاي حضرتك يا فندم، وصباح الخير على المشاهدين جميعا. 95% هي فعلا نسب الشفاء من سرطان الثدي، ده لو في حال يعني هناك اكتشاف او يعني في كشف مبكر للورم. ده حقيقي، ممكن توصل كمان ل 98 و99% لو تم اكتشافه في
مرض. وعشان كده فخامة الرئيس والدولة المصرية في الفترة اللي فاتت بتعمل مجهودات رائعة لتوعية الناس بضرورة الكشف المبكر، وذلك عن طريق مبادرات فخامة الرئيس لصحة المصريين وبالأخص صحة المرأة، اللي هي جزء أساسي 50% من الشعب المصري. ودوت عن طريق منبر حضرتك المحترم تسليط الضوء على تكملة التوعية للسيدات في أساسي. طيب أنا يمكن زرت مرة قبل كده المعهد القومي وكنت بتكلم مع السيدات اللي اتصابوا بهذا المرض الخبيث، وفي منهم وصلوا إلى يعني مراحل مبكرة. كانت الحاجة المشتركة يا دكتور عماد إنه الحزن، الضغط، الزعل كان هو يمكن العامل المشترك ما بين اللي أصيبوا بهذا الورم الخبيث. هل فعلاً يعني زي ما كنت بسمع منهم، هل الزعل أو الحزن الشديد والضغط الشديد ممكن يوصل السيدة أو يعني أو المرأة بشكل عام إن هي تتصاب بهذا الورم، ولا هناك يعني أشياء أخرى، هناك عوامل أخرى؟ سؤال حضرتك مهم جداً يا فندم. هو ما ممكن ما يكونش سبب مباشر، ولكن هو أحد الأسباب غير المباشرة. في دايما احنا عندنا ما فيش حاجة اسمها سبب للسرطان، ولكن عندنا عوامل خطر للإصابة بالسرطان، منهم كذا حاجة، زي ان هو يكون في تاريخ مرضي في العيلة، يكون اللي هو السيدة عندها وزن زائد، يكون في إفراط تناول الأطعمة غير النافعة، في عدم ممارسة الرياضة، والإفراط في تناول الهرمونات التعويضية بعد انقطاع الصمت. ومن ضمن الكلام دوت والنظريات اللي بتتقال إن هو الحزن بيؤثر على العامل النفسي للسيدة، فبالتالي بيؤثر على المناعة للسيدة، وده ممكن يكون أحد الأسباب اللي بتخلي بعض الخلايا تخرج عن النمط الطبيعي في التكاثر وتتحول الى خلايا سرطانيه. ولكن ديت مش حاجه مثبته، ولكن احنا بنلاحظها فعلا، وملاحظه حضرتك وملاحظه السيدات ليها عامل جزئي، وده عامه في اصابتنا بجميع الامراض. الحاله النفسيه والحاله المزاجيه بتضعف الجهاز المناعي. المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لأي مدى كان ليها دور في توعية السيدات بالكشف المبكر؟ أو حتى احنا عندنا كمان فرق صحية لدعم صحة المرأة بتروح كمان للسيدات في بعض القرى في بعض الأماكن للتوعية وللنصح، كان دورهم إيه؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، وديت هي جزء من منظومة يعني متابعها فخامة الرئيس من أول توليه للرئاسة. إن فخامة الرئيس لو حضرتك لاحظت كل الحاجات، هو بيحاول إن هو يعدل نمط الحياة للسيدات وللمصريين. اللايف ستايل أو بالظبط أسلوب الحياة. الاهتمام بالرياضة، مبادرة حياة كريمة. كل المبادرات الرئاسية اللي موجودة بتحاول إن هي تحسن نمط الحياة العام للمصريين. بدليل ان هو امبارح فخامته كان بيكرم ابطالنا في الاولمبياد، ودوت بيدي رساله ان هو الرياضه شيء اساسي يا مصريين، ودوت جزء من بيقال ان احنا بنحاول ان احنا نغير نمط الحياه، من ضمنهم ممارسه الرياضه على اساس انها تقلل فرص الاصابه بالامراض المزمنه ومن ضمنها السرطان. فبالنسبه للمبادرات الرئاسيه زي صحه المراه، هي مش بس كشف مبكر، هي كمان توعيه للمصريين وللسيدات باتباع الاساليب الصحيه للوقايه من امراض المزمنه ومن ضمنها اللي هو السرطان. فبالتالي ان انت لما تبتدي ان انت يبقى الناس كلها بتتكلم على تغيير نمط الحياه، الوعي، الاكتشاف المبكر دوت بيخلينا ان احنا فعلا نكتشف الامراض بدري. الاكتشاف المبكر ده بيكون ازاي؟ بالاخص انه يعني لما رحنا وسالنا عرفنا انه
يعني اقل من 40 سنه مش في جهاز كده معين يعني للكشف عن السرطان، لا يعني ده السن معين تمام، بس في كده كشف ذاتي بالظبط، ودوت الاهم اللي احنا بننصح بيه من بدء من سن ال 20 ان السيده تبتدي تلاحظ الثديين بتوعها بعد انتهاء الدوره الشهريه مره، وهي بتاخد الشاور بتاعها بتبتدي تبص على الثديين تشوف الشكل بتاعهم متناسق ولا لا، هل في شكل غريب، في كتله موجوده باحساسها فيها، في افرازات من الحلمه، في تغير للون الجلد او احمرار ليه، تبتدي ان هي تروح لحد متخصص عشان يبتدي ان هو يساعدها في الاكتشاف والفحص الكلينيكي. الكشف السريري مهم جدا، وهو ده اللي كان اساس المبادره الرئاسيه، ان هو السيدات مره بعد سن ال 40 كل سنه ان هي تكشف وتروح وتطمن على نفسها. لو احتاجت ان هي تعمل اشعه الماموجرام هتعمل اشعه الماموجرام، ولكن اللي انت تبقى عارفه الاعراض اللي ممكن يجي بيها سرطان الثدي دوت حاجه مهمه جدا، ودوت اللي بيحصل في مبادره صحه المراه. انا بشكر حضرتك دكتور عماد شاش مدير مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للاورام، شكرا ليك يا فندم. طيب كورونا لسه موجود، هناك متحورات لكورونا، دلتا، دلتا بلس، والأسماء والمسميات اللي احنا كل يوم بنسمع عنها لسه موجودة في كل دول العالم، بنكافحها. مصر بذلت مجهود كبير جدا علشان يقدر يكون عندنا لقاحات، وكل يوم بنقول للناس الإجراءات الوقائية، ينزلوا يسجلوا علشان خاطر ياخدوا اللقاحات. بقى عندنا كل أنواع اللقاحات، جونسون أند جونسون، فايزر، أسترازينيكا، اللقاح الصيني، فما فيش أي حاجة إن احنا ما ننزلش ما ناخدش اللقاحات. ومنظمة الصحة العالمية معترفة بكل هذه اللقاحات وآمنة وفعالة 100%، وبقينا نصنع كمان حتى الفاكسين المصري الخاص بينا وبيتأخذ مجانا. الأول كان في اهتمام أكثر ب الفئات طبعا الطبيه وكبار السن، دلوقتي كل الناس بتاخد اللقاح اللي هي طبعا اكبر من 18 سنه. الوضع الوبائي بشكل عام في كل دول العالم، في بعض الدول مستقر، بعض الدول الاخرى اللي هي انفتحت يعني سريعا لا يلتزم بالاجراءات الوقائيه، الوضع عندها متدهور شويه زي الهند وبعض الدول الافريقيه. بالنسبه لمصر بنرجع لوزاره الصحه والسكان، وفقا للاحصاءات قالت ان هناك ارتفاع نسب التعافي من كورونا بنسبه قد ايه بقى؟ بنسبه 82% بمستشفيات العزل على مستوى الجمهوريه، يعني نسب التعافي من كورونا 82%. وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية صادرة في يوم 17 مايو 2020، زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة هو مؤشر لتعافي المريض من فيروس كورونا. طيب احنا المزيد من التفاصيل معنا دكتور عبد الجواد هاشم استشاري المناعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أنا أستاذ مايكروبيولوجيا ومناعة. دكتور أنا برحب بيك طبعا على شاشة إكسترا نيوز، ولو تطمنا أولا على الوضع الوبائي في مصر. هو الوضع الوبائي في مصر مستقر تمام، والحالات ما فيهاش زيادة تبين إن في موجة جديدة ابتدت. ده راجع لعوامل كتير قوي، إنه لا زالت درجة الحرارة مرتفعة بالظبط كده، ده برضو نخلي بالنا انه درجة الحرارة مرتفعة في الشارع في مكان ما فيهوش تكييف، انما درجة الحرارة في المولات، في الكافيهات، في بعض الهيئات في تكييف. والكلام اللي انا قلته الثلاث حاجات دول دي اماكن مغلقة، فيظل خطر انتشار الفيروس داخل الاماكن المغلقة لا زال مرتفع، يعني كل واحد ياخد باله. انا رايي الشخصي في الهواء الطلق مفيش تكدس، مفيش اي داعي ان انا البس الماسك، ولكن اول ما ادخل مكان مغلق بالذات لو مكيف يبقى لا لازم
اكون لابسه. الحاجه الثانيه اتباع باقي الاجراءات الاحترازيه، يعني ما عنديش مشكله انه لو اسره قاعده على ترابيزه الاسره دي هي مختلطه مع بعضها في البيت. مش لازم يبقى فيه تباعد اجتماعي اللي هو الشرط متر متر ونص. لكن لو انا قاعد في كافيه طالما بقى معايا اصحاب مش من الاسره، يعني مش مخالطين ليا 24 ساعه، لا لازم اعمل تباعد اجتماعي. الحاجه الثانيه برضو مهمه قوي ان الدخول للاماكن المغلقه دي الشخص اللي داخل لازم اعرف، يعني برضو اكشف على درجه حرارته، الهيئه العامه بتاعته. واي واحد لو عزل نفسه في البيت هو على فكره بيحمي نفسه وبيحمي الاخرين. هو بيحمي نفسه ليه؟ لما يكون تعبان، يعني لما يكون تعبان. اهم حاجه على فكره علشان لو واحد حصل له عدوى وبدا ظهور اعراض علشان يخف بسرعه لازم ينام على السرير، يعني لازم يستريح. يعني احنا كنا دايما حتى في ايام البرد العادي اللي هو الانفلونزا اهم حاجه يقول لك ريح وخد مسكن واشرب عصاير ونام. الفكره كلها انه ما فيش دواء ناجع، ما فيش زي البكتيريا، ما فيش مضاد حيوي علشان اعالج الفيروسات. طيب دكتور عادل جواد، انا عايز اسال حضرتك سؤال. دلوقتي احنا عارفين علشان الادلتس او اللي هم البالغين والكبار والشباب وكده تقريبا يا دكتور كل الناس دلوقتي بتاخد، يعني معظم الناس، خلينا نقول معظم الناس عارفين انه الزنك والفيتامين سي بيقوي المناعه. يعني احنا من ساعه ما ظهر فيروس كورونا يا اما بنتناول الزنك فيتامين سي من خلال الحبوب او من خلال الاكل. يعني بالنسبه للاطفال هل كويس ليهم وكويس لمناعتهم ان هم ياخدوا كمان الزنك وفيتامين سي كسائل او كما يعني كشرب؟ يعني لو انا بتكلم على الاطفال لحد سن 9 سنين مثلا 8 سنين، هل ده كويس بالنسبه لهم ان هم ياخدوا الزنك وفيتامين سي عشان يزود المناعه زي الكبار كده؟ الزنك ملوش علاقه بالمناعه. الزنك ليه علاقه بالفيروس، يعني الزنك بيقلل سرعه تكاثر الفيروس في الجسم. فيتامين سي يساعد على ان الخلايا اللي اتكسرت يحصل لها ريجنريشن او ترجع تاني بسرعه سليمه. انا لو اكلي فيه خضار ليمون، يعني ليموناتا، انا مش محتاج استعمل فيتامين سي اقراص. انا مش محتاج استعمل فيتامين سي اقراص. وبالتالي فكره ان انا اخد فيتامين سي اقراص واخد زنك، لا ده يعني ان انا وانا سليم وما عنديش اي مشاكل صحيه مش محتاج، ولكن محتاج اكل اكل صحي. اكل صحي يعني الاكل يكون فيه خضار، سلطه يوميا وليمون بس. مش محتاج لادويه. تمام. لا تنصح يعني بالادويه؟ لا 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 انصح بالادويه. كبار السن بقى يعني بعد سن الخمسين نتيجة في مشاكل في الامتصاص بتاع الأكل وبالتالي امتصاص الفيتامينات. تمام. أنا بشكرك يا دكتور على وجودك معنا، دكتور عبد الجواد هاشم أستاذ المناعة والمايكروبيولوجي. شكرا على كل هذه النصائح. وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن استمرار ضخ السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأنه الشركات التابعة بتضخ يوميا تقريبا 4000 طن من السكر، 3000 طن زيت، 1000 طن من الرز، بالإضافة إلى ما يقارب حوالي 1000 طن من المكرونة. قالت كمان أن مخازن شركات الجملة بيتوفر فيها كل احتياجات المواطن من كل هذه السلع الغذائية، إضافة إلى السلع غير الغذائية اللي بتصل إلى حوالي 28 سلعة تصرف على بطاقة الدعم. الأستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مشاهدينك الكرام. دكتور احنا تقريبا بنتكلم عن حوالي 28 سلعة بيتم صرفها على بطاقات الدعم، كميات الضخ تقريبا قد ايه؟ هو طبعا معالي وزير التموين والتجارة الداخلية على اتصال تام بشركتي المصرية للجملة والعامة للجمرة لأنها تملك 1500
نغزا على مستوى الجمهوريه من خلال وجه بحري ووجه ابلي لتلبيه احتياجات المجمعات الاستهلاكيه ومنافس جمعيتي والبدالين التموين من خلال عمليه ممكنه لاستعاده اي سلعه تنقص بهذه الفروع لتوفير السلع على مدار اليوم للمواطن المصري من خلال صرف المقررات التموينيه. وفي الفعل وصلت العدد نسبة المقررات التموينيه اللي صرفت حتى تاريخ اليوم 75% من القرارات وباقي الكميه موجوده بالمخازن للصرف مباشره. بيتم ضخ يوميا 4000 طن سكر، بيتم ضخ يوميا بالفعل 3000 طن زيت بجانب ال 1000 طن رز والمكرونه 1000 طن، دي كلها توفير الاحتياجات ولحصول المواطن المصري على احتياجاته المقررات التموينيه بكل يسر وبكل توافر السلع من خلال المنافذ الموجود. ومن خلال المحور الثاني توجيه الحملات الرقابيه على مدار اليوم في على المجمعات وأماكن صرف المقررات التموينية وعلى المخابز لتوفير السلع وتوفير الخبز بالمواصفات الجيدة وتوفيرها على مدار الوقت دي في تحفيز المخزن المواطن المصري لحصوله على احتياجاته بكل يسر. وهناك وليس هناك أي مشاكل في من الخبز أو عدم توفر أي سلعة على مدار الشهور الماضية أو السنوات الماضية نتيجة وجود الدراسات الاستراتيجية وتوفير السلع ومعرفة احتياجاتنا من الدي على مدار الشهر وتوفيرها بالمجمعات الاستهلاكيه طبقا لتوجيهات القياده السياسيه تعليمات معالي الوزير الدكتور علي مصلحي اللي يوميا بيستمر من اتصال بشركتي الجمله لتولي التمكن من توفير السلع موجوده بالمخازن والمجمعات الاستهلاكيه ومن خلال البدالين التموينيه. تقريبا يا دكتور عندنا اكتفاء ذاتي لعدد شهور قد ايه من هذه السلع الغذائيه وغير الغذائيه؟ كان عندنا الاول اهل حاجه 3 شهور طبقا للتوجيهات القياسيه وضخ 1.7 مليار جنيه لتوفير المخزون وزياده المخزون الاستراتيجي من السلع التموينيه والمقررات التموينيه على اقل سلعه عندنا النهارده 6 شهور وعندنا سلع تطورات ممكن تكون متوفره لمده 24 شهر. فجميع السلع متوفره زي ما قلت لحضرتك نتيجه دراسات استراتيجيه استباقيه لاحتياجاتنا والمخزون الاستراتيجي وحساب الاحتياجات المرتبه المقررات ل 64 مليون مواطن بيستفادوا من التموين والدعم. فكل ده عمليات مدروسه والنهارده الحمد لله ما فيش اي مشكله في اي وقت، ما فيش اي مشكله في نقص في اي سلعه وكل بيحصل على مقرراته وهناك ارضاء من المواطن المصري على شغل وتوفير السلع من خلال وزاره التموين. طيب السؤال اللي دايما بيطرح يعني جوده السلع اللي بيتم ضخها جودتها قد يعني مدى جودتها يا دكتور؟ لا يا فندم احنا عندنا اي سلعه معروضه من خلال التموين او من خلال خارج التموين احنا اعضاء في لجنه المواصفات القياسيه ولازم السلعه تكون عاليه الجوده وتبقى المواصفات القياسيه المصريه. وطبعا احنا عندنا الحمد لله طبق التعاملات القياسيه الاساسيه ان ممنوع تداول اي سلعه رديئه السلعه سواء غير غذائيه او غذائيه في السوق. تمام. وده الشغل الشغل لوزاره التموين في الايام القادمه يعني. تمام دكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع تجاره داخليه بوزاره التموين شكرا لحضرتك. طيب وزارة البيئة أعلنت عن رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية اللي بتقع بمسار هجرة الطيور مع بدء رحلتها السنوية من مواطنها بقى في أوروبا وأسيا إلى أفريقيا خلال هذا الموسم، موسم الخريف الطبيعي يعني من كل سنة، بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية لحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي، خاصة طبعا في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة اللي بيتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وللمزيد من التفاصيل معنا الأستاذ مجدي علام الخبير البيئي. دكتور مجدي برحب بك يا فندم. دكتور لو اتكلمنا عن أنواع أو أهم أنواع الطيور اللي بتشهدها أو بنشهدها هنا في مصر في موسم الهجرة. وطبعا يعني تقريبا كل انواع طيور الشمال تتحرك سنويا في مواعيد محدده من حتى من اقاصي الشمال عند القطب الشمالي وتصل الى جنوب افريقيا في اخر حدود افريقيا وبعضها لا يكمل المسيره ويعود من بعد يعني وصول حدود جمهوريه مصر العربيه ويرجع مره اخرى إلى الناحية الشمالية الأوروبية ويعني على الأقل 5 مسارات رئيسية بتمر عبر مصر. وأعتقد أنه معظم تقريبا معظم أنواع الطيور المهاجرة
إن لم يكن يعني كلها بتمر عبر جمهورية مصر العربية. صحيح. في مسارات محدودة كل سنة وكأنها في رحلة حج، يعني هي بتيجي وتلف، في بعضها بيلف من عند رأس محمد وبعضها بيكمل لغاية جنوب أفريقيا. والحقيقة طبعا أصبحت هناك يعني ظاهرة جيدة جدا إنه ما يقرب من أكثر من 26 مليون سائح على مستوى العالم يخرجوا خصيصا لمشاهدة يعني الطيور، وبعضهم بيجي في شمال سيناء عندنا وبيجي في البحر الأحمر وبيظل في يعني زي ما تقولي كده غرفة مراقبة الطيور حينما يعني تغدو صباحا ومساء، وهو بيصور هذه الطيور في مسارها. يعني الصورة الواحدة قد يبيعها بمئات الدولارات، لأنه صحيح يعني هناك ثقافة للحب الطيور بالذات تنتشر في العالم كله، ومصر تتميز بمواقع عديدة. زي ايه يا دكتور؟ يعني ايه المواقع العديدة اللي بتميزنا؟ اهم المحميات اللي عندنا. اتفضل. لا عندنا راس محمد طبعا، دي اشهر محمية، وفي بقى نبأ وابو جالوم في جنوب سيناء، وفي بحيرة البرزاويل في شمال سيناء، وعندنا طبعا البحيرات الداخلية كلها محطات الطيور القادمة من الشمال، سواء بحيرة البرولوس أو إدكو أو المنزلة أو مردود. دي أصلا بنسميها سبخات، والسبخات دي أصلا هي المحطات الرئيسية للطيور المهاجرة عبر العالم كله. ويعني على الأقل على الساحل الشمالي في 7 مواقع لهذه الطيور، في الوسط في بحيرة قارون وكانت قبل قناة السويس البحيرات المرة جزء منها، ثم بحيرة ناصر نفسها أصبحت أحد المحطات. لكن عندنا مواقع يعني في الفيوم مثلا في بعض مساراتها، وهذه المواقع جزء منها يرتبط بوجود البحيرة، لأنه الطائر وهو بيطير بيبص على المسطح المائي من انعكاسه في أشعة الشمس، بيعرف إن دي مية، بيفرقها بينها وبين الأرض العادية. طب نصايحك إيه يا دكتور للتعامل الأفضل مع موسم الهجرة؟ هو طبعا موسم الهجرة ده يعني الحقيقة وزارة البيئة كل سنة بتطور سبل الحماية الخاصة بيها، وإحنا كمان ماضيين على اتفاقية التنوع البيولوجي، وجزء منها طبعا اتفاقيات الخاصة بمسارات الطيور وإلها ومواطنها، وجزء أو الاتفاقية الثانية كانت اتفاقية تغير المناخ، والثالثة هي اتفاقية التصحر. والرئيس السيسي أعلن في شرم الشيخ في المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي إن مصر بتقترح إن الثلاث اتفاقيات تبقوا متكاملين في اتفاقية واحدة، لأنه بيكملوا بعض، يعني سواء حماية الطيور من تغير المناخ أو حماية الأرض والتربة والغطاء النباتي اللي جزء منه بيهم الطيور في من ظواهر التصحر. الاتفاقيات الثلاثة باقتراح مصر تشكل تكامل أيضا في توفير البيئات الملائمة للطيور. سياحة الطيور في العالم أصبحت لمصر جزء فيها. صحيح. العدد قليل، لكن احنا لازم نبذل جهد أكتر في الدعاية، الخارجية. يعني كتير من العالم ما يعرفش قوي الأماكن بتاعتنا، وبيروحوا بعض الأماكن أقل من عندنا بكتير قوي. لكن مصر تقدر تبقى ليها شريحة كبيرة من السياح اللي هم سياح حب الطبيعة بيسموها، يعني اللي هم الناس اللي بتحب تعيش على، يعني بيروح كينيا عايز يقعد في الغابة مثلا، لما بيجي مصر مش عايز يقعد في فندق. فلما عملنا فندق إيكولوجي في واحد سيوة بقت واحد سيوة من أول الأمير تشارلز لمشاهير أوروبا، مسار دولي بيجوا مخصوص بالطيران علشان مجرد الدعاية هي الأساس يا دكتور مجدي. احنا فعلا عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن نستغلها في قطاع السياحة، لكن محتاجين ان احنا نروج ليها بشكل أفضل، زي ما يعني ما دول كتير عندها أقل من عندنا بكتير، ولكن بتعرف أو يعني شاطرة في الترويج. فاحنا فعلا محتاجين
محتاجين ان احنا نروج عن نفسنا اكتر من كده. دكتور مجدي علام الخبير البيئي، بشكر حضرتك على مشاركتك معنا. طيب دلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا الرياضية، واللي طبعا هنركز فيها وهنتكلم فيها عن تكريم الرئيس السيسي لأبطال طوكيو 2020 حاصدي الميداليات وأطقم التدريب. هنتكلم عن منافسات الدوري العام، هنعرف كمان حصاد المحترفين في الجولة الأولى بملاعب العالم، محمد صلاح، حجازي، إنني، مصطفى محمد وغيره وغيره. معانا ضيفي عبر سكايب دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، برحب بيك يا فندم. طيب نتكلم بقى عن امبارح مباريات الدوري، وهل ممكن نقول انه امبارح كان يوم حاسم بالنسبة لنادي الزمالك؟ طبعا امبارح واحد من الايام الحاسمة في مسيرة الدوري موسم 19-20-21، نادي الزمالك خلاص قاب قوسين او ادنى من حصد اللقب بعد ما رفع الفارق 4 نقاط مع غريمه النادي الاهلي، خلاص باقي 3 جولات، يتبقى للزمالك فقط ان هو 3 جولات دول محتاج يفوز في ماتشين، وبالتالي قد يحسم كمان البطوله قبل جوله من نهايتها. عنده الماتش الجاي مع سيراميكا الجمعه اعتقد، وبعدها الانتاج الحربي. الفوز في المباراتين دول هيخلي الزمالك ما يحتاجش الوصول الى مباراه البنك الاهلي في الجوله الاخيره، مش هيحتاج منها حاجه لو حصل فيه كده، يبقى اخذ الدوري. طبعا هو المره 13 في تاريخه، واكيد هو الاقرب في كل حسابات والقياسات. النادي الاهلي دلوقتي فاضل 3 ماتشات، حله الوحيد ان هو يفوز في 3 مباريات، وينتظر تعثر الزمالك ان هو يفقد. هتبقى صعبه جدا جدا، لان لعيبه الزمالك الجيل الحالي عنده طموح قوي جدا جدا، وخلاص البطوله قربت منهم، ما اعتقدش ان هم هيفرطوا في تحقيق هذا اللقب في الموسم الحالي. طيب الاهلي بقى وضعه ايه؟ الاهلي حاليا في المركز الثاني، انا يعني الاهلي المركز الثاني بس وضعه بشكل عام 69 نقطه كده كده خلاص كنت اهلي دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي، هو حامل لقب افريقيا، اعتقد ان هي مساله وقت ويفقد لقب الدوري بشكل رسمي. النادي الاهلي عنده 42 لقب دوري، ما اعتقدش انه هيفرق معاه بلغه الارقام. يعني انا عايز اعرف بلغه الارقام، امتى نقول ان الاهلي خسر الدوري وامتى نقول ان الزمالك كسب الدوري؟ بعد جولتين من النهارده، لو الزمالك كسب 6 نقاط او الاهلي فقدهم بشكل طبيعي، سواء الاهلي فقدهم او الزمالك كسبهم، اذا الزمالك بطل الدوري لهذا الموسم للمره 13 في تاريخه. النادي الاهلي عنده 3 ماتشات مهمين جدا جدا مع المصري والجونه واسوان، ما عندوش اي حسابات ان هو يفوز في 3 ماتشات، وينتظر تعثر الزمالك. وزي ما قلت لحضرتك صعب جدا ان الزمالك يفقد 4 نقاط بعد ما خلاص وصل للمرحله دي من البطوله، يعني خلاص تكاد تكون بين فرص الاهلي تقريبا قد ايه؟ فرص الاهلي تقريبا الفرص طبعا في فرصه نظريه نسبه فرصه، لكن عمليا باللي احنا شايفينه خلال الموسم الحالي اعتقد ان نسبه فوز الزمالك بالدوري تعدت 90%، اما نسبه ان الاهلي يعمل عوده او ريمونتادا زي ما بيسموها في الكوره او بلغه الكوره لا تتخطى ال 10% ان هو يفوز بلقب الموسم الحالي. اعتقد هي مساله وقت والاهلي يفقد اللقب، ساعتها هينتبه بقى لحاجتين، هيبدا يركز في كاس مصر اللي هيقام بعد التوقف الدولي، كمان طبعا هيركز النسخه. طب يعني لسه بدري على الشماته، انا ما اعرفش ليه بيشمتوا على الفيسبوك. لا موضوع الشماته والتحفيل، لا الموضوع يعني برضه لسه الناس مش لازم نبقى مستوعبين حاجه، ان الكوره مكسب وخساره او الرياضه عامه مكسب وخساره، واللي كسب النهارده هيخسر بكره. لسه من اقل من سنتين الاهلي كسب الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدها الاهلي خد الدوري وخد كاس وراح كاس عالم الانديه، دلوقتي الدور جه على الزمالك فرقه ندي فرصه للغير يعني اهلي يدي فرصه للغير. هو احنا محظوظين بحاجه، الجيلين صعب يعني، من النادر بتلاقي جيل قوي في الاهلي والزمالك، حاليا في جيل قوي في الاهلي وجيل قوي في الزمالك، وكمان فرق واعده زي المصري وبيراميدز، فاحنا محظوظين ان احنا نشوف منافسه شرسه وقويه، احنا بقالنا سنين ما شفناش منافسه لحد اخر جولتين وثلاثه، فاحنا كمشاهدين او متابعين اكيد في جمهور بيفرح وجمهور بيزعل، لكن لازم الكل يبص على الصوره كامله، يعني الزمالك لما يكسب السنه دي الدوري، انت كاهلي واخده السنه اللي فاتت واخد دوري وكاس واخد افريقيا، فطبيعي انت بتكسب وغيرك بيكسب، لازم اللي يكسب هنقول له اكيد مبروك، لازم بقى اللي يخسر يبقى عنده ثقافه قبول الهزيمه، الروح الرياضيه، نتمنى ان الروح الرياضيه تبقى موجوده حتى لو للخسران وللفايز. طب ناخد خدنا كده بقى يا دكتور جوله عرفنا فيها عن اللي بيحصل حاليا للمحترفين المصريين في الجوله الاولى بملاعب العالم. طبعا يمكن الناس كلها كانت مهتمه قوي ان خلاص الدوري الانجليزي انطلق، واحد من اقوى الدوريات التنافسيه في العالم، الدوري الالماني بدا، الدوري الاسباني بدا، لو ركزنا المحترفين المصريين هنبدا طبعا من محمد صلاح.
ايقونه المحترفين المصريين اللي يوم بعد يوم بيثبت ان هو افضل محترف في تاريخ الكره المصريه. محمد صلاح سجل هدف في الجوله الاولى وصنع هدفين. محمد صلاح اول لاعب في التاريخ يسجل في اول ماتش في كل موسم لمده 5 مواسم متتاليه في الدوري الانجليزي، رقم سيذكره في التاريخ، واعتقد هنقعد سنين كتير مبروك عشان نشوف لاعب يعادل رقم محمد صلاح. حاجه اللي ما قال عليه فخر العرب، هي هو فخر مصر وفخر العرب. صحيح. جدا صحيح. جدا لما تصدر كل الصحف في انجلترا ويتقال المصري محمد صلاح، المصري محمد صلاح، لا يا جماعه الموضوع اكبر بكتير من فكره كوره ورياضه، لا الموضوع ليه ابعاد ثانيه مهمه جدا جدا. مهم كمان للاعبين المصريين التانيين ان السنه يطلع محترفين كمان يمشوا على خطى صلاح، واللي بيثبت لهم النجاح مش صعب، بس لازم تجتهد وتعمل عليك وتعمل شغلك بشكل قوي جدا جدا، هتنجح وهتوفق وهتعمل نتائج عاليه جدا جدا. ما تفقدش الامل طبعًا ابدا. طبعا طبعا. بالمناسبه بقى رسالتنا كمان لطلاب الثانويه العامه اللي يعني اللي لم يحالفهم الحظ السنه دي، يعني يفقدوش الامل. انا ليه رايي في الثانويه العامه؟ عشان برضو للاسف لان واحد بيسمع بعض الحوادث المؤسفه بعد النتيجه، الثانويه العامه ليست نهايه الحياه. ليست نهايه الحياه، بالعكس هي مرحله من مراحل حياتك. بالعكس كمان فتره الثانويه دي هي افضل فتره في حياه الشخص ما بين الثانويه والجامعه. فلازم كل طالب يستمتع. لو لا قدر الله لو لم تكن موفقا في الثانويه في مجموع ما، صدقني ممكن لما توصل بعد الجامعه، لما توصل كليه ما كنتش انت حاببها، ممكن تنجح في الحياه. النجاح في الثانويه العامه لا يعني الحاجه اللي انت بتحبها مهمه جدا للجميع. وصلاح على فكره نموذج طبعا. اعمل الحاجه أكيد اللي بتحبها. اكيد الفكره ناخد من الثانويه انك تتعلم، تتعلم وتشوف ممكن قدراتك وصلت لايه، العب على قدراتك ومهاراتك اللي انت مميز فيها، وممكن تنجح بعد كده بحاجه انت مش متصورها ولا متخيلها. اجتهد في الحته اللي انت فيها وارضى باللي حصل ليك. ممكن الواحد يكونش موفق، يكون شاطر جدا بس لم يوفق في الثانويه العامه، ويوفق في حياته بعد كده. اذا هي مرحله من مراحل الحياه ولا يجب ان نتوقف عندها. صحيح. اهم حاجه ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها وتتالق طبعًا في الحاجه طبعًا اللي انت حاببها ايا كان مجموعك. واهم حاجه كمان الاهالي يهتموا باولادهم ان هم يدخلوهم من هم صغيرين في الانشطه الرياضيه، زي ما شفنا كده ابطال مصر في اولمبياد طوكيو اللي شرفونا وتم تكريمهم كمان من القياده السياسيه، كتبوا ابطال مصر حقيقي تاريخ جديد في اولمبياد طوكيو بتحقيق 6 ميداليات متنوعة. هنتابع ده يا دكتور، وتابعوا معانا وهنرجع تاني. إنجاز رياضي كبير حققته البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، حيث توجت ب6 ميداليات تنوعت بين الذهبية والفضية والبرونزية. وبعد غياب دام 17 عاماً منذ أولمبياد 2004، عانقت مصر الذهب من جديد على يد اللاعبة فريا الأشرف التي حصدت ذهبية الكوميتيه وزن أكثر من 61 كيلوغراماً في منافسات الكاراتيه، وهي بذلك أول رياضية مصرية في التاريخ تحقق الذهبية في الأولمبياد. كما حصل أحمد الجندي على فضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في منافسات الخماسي الحديث. كذلك حصدت هدايا ملاك برونزية التايكوندو وزن 67 كيلوغراما، وحصد سيف عيسى برونزية التايكوندو وزن 80 كيلوغراما. كذلك حصل محمد إبراهيم كيشو على برونزية المصارعة اليونانية الرومانية 67 كيلوغراما رجال، وحصلت اللاعبة جيانا فاروق على برونزية كوميتي 61 كيلوغراما سيدات لمنافسات الكاراتيه. وشهدت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مشاركة أولمبية تاريخية لمصر بأكبر بعثة في تاريخها بمشاركة 134 رياضيا، فضلا عن تحقيقها رقما قياسيا في عدد الميداليات التي توجت بها خلال الدورة، وبلغت 6 في 4 ألعاب بعدما كان أعلى عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات. وبتلك النتائج سطر الفراعنة صفحة مضيئة جديدة في كتاب تاريخ الألعاب الأولمبية، وهي النتائج التي كانت محل تقدير وإشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على تكريم أبطال مصر الذين رفعوا اسمها في المحفل الرياضي العالمي، وأطلق أسماءهم على عدد من المحاور والطرق الجديدة تخليدا لذكرى انتصاراتهم. أبطالنا يشرفوا، أبطالنا بذلوا مجهود كبير جدا علشان يوصلوا اللي هم وصلوا له دلوقتي يا دكتور عثمان. وأعتقد كمان تكريم القيادة السياسية وإطلاق أساميهم على المحاور والكباري الكبرى ده تحفيز كبير جدا لأهالينا وللأسر إن هي تشجع أولادهم إن هم يشتركوا في تمارين وأنشطة رياضية مختلفة.
يمكن احنا كنا مع بعض في اولمبياد طوكيو معاكم في البرنامج تمام بشكل اسبوعي، كنا بنحكي كل اسبوع في اولمبياد طوكيو من قبل ما تبدا، وكانت من اول رساله بادئه خالص انا افتكر لما قلنا في البرنامج ان هيبقى في بنت مصريه لاول مره في التاريخ تحمل العلم. اعتقد احنا قلنا كلام انفراد في البرنامج هنا قبل ما تبدا البطوله يمكن باسبوعين، وحصل فعلا وشفنا العلم بترفعه هدايا ملاك المفتاح. ده طول البطوله كان في دروس كتيره جدا جدا قدمها لنا لعيبه مصر. الاجمل بقى هو التكريم، لما يجي التكريم من اعلى قياده سياسيه في البلد هو اعلى تكريم لاي لاعب. الامر المرات لم يتوقف على التكريم ان هو بحاجه يعني زي ما بيقولوا كده ايه هترفع معنوياتهم بس، لا تخليد اسماء ابطالنا الست دي حاجه مهمه جدا ومختلفه تماما. ان ما يكون في لاعب بيتسمى طالب باسمه او محور باسمه او كوبري باسمه، دي رساله مهمه لكل الاجيال اللي طالعه. حصلتش اصلا يعني نادرا ما بتحصل، يعني هل ده حصل قبل كده؟ يعني هل ده احنا شفناه قبل كده؟ ممكن يحصل بس كان على نطاق قليل مش على نطاق كبير. لا يعني انا لما يبقى عندي سني 18 سنه او واحد او يعني لم يتجاوزوا ال 20 سنه. ما حصلش المعدات دي بقى مهمه، دي نقطه مهمه جدا. التكريم اللحظي ان انت عملت التكريم حاجه اللحظي. كويسه بالظبط انا كرمتك عليها دلوقتي، دي مهمه جدا جدا جدا، هترفع من معنويات اللعيبه دول السته الابطال وهترفع من معنويات غيرهم. يعني هي رساله كمان مش هتتوقف عند السته دول، بالعكس الرساله دي هتروح لملايين. ان كمان الاهالي عايز ننبههم لحاجه، الناس كلها بتبقى مهتمه قوي بكره القدم كره القدم ودماغها في كره القدم، لا يا جماعه الرياضه ليست كره القدم فقط، في رياضات ثانيه حلوه جدا وكويسه جدا، خلوا اولادكم دي نقطه مهمه جدا رياضه ويبقوا ابطال فيها. بالظبط، وزي ما انتم شايفين اهو اللي هيبقى بطل البلد هتبقى في ظهره هتسنده وتدعمه لحد ما يوصل لاعلى منطقه او ان هو يشرف البلد في اعلى البطولات، ولو عمل كده هيلاقي كمان تكريم. وشفت ازاي تطوير البنيه التحتيه في مختلف المحافظات في مختلف الانشطه الرياضيه والنوادي، طبعا احنا لسه محتاجين اكتر، ولكن بشكل عام طبعاً. الثوره اللي حصلت في تطوير هذه الانديه فرقت ازاي؟ لا يخفى على احد ان مصر في الوقت الحالي فيها ثوره في البنيه التحتيه في كل حاجه وليس في الرياضه فقط. واعتقد ان اللي بيحصل في العاصمه الاداريه ومختلف المحافظات في مصر شيء، بما انك يا دكتور ذكرت العاصمه الاداريه الجديده واحنا عندنا كمان المدن الجديده في كل مدينه كل مكان جديده، يعني عندنا صالات ملاعب كبيره وفيها كل انشطه رياضيه. هقول لحضرتك حاجه، كان دايما الناس تقول لك ايه الرياضه في المدارس اختفت عشان ما بقاش في حوش مدرسه، وقعدنا سنوات بنعاني ان كل مكان كان فيه رياضه بدا يختفي تماما، ولذلك حصل انهيار في الرياضه. دلوقتي احنا بنعمل العكس، احنا بنعمل بناء، البناء طبعا بياخد وقت اكتر بكتير من الهدم، لكن البناء مهم للمستقبل. لما يكون في ملاعب واماكن لممارسه الرياضه اعتقد ان احنا خلال سنوات هنحصد وبشكل ايجابي ده على مستوى الرياضه سواء داخل مصر او خارجها، لان الرياضه مهمه جدا 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 على مستوى الممارسه، ثم ان هي ترفع شان البلد يبقى اسمها بيتردد في كل مكان، نبطل من مصر في السكواش وفي الكاراتيه وفي التايكوندو وفي المصارعه وفي الخماسي الحديث وفي للاسف الكاراتيه مش هيكون موجود حتى المره الجايه في طوكيو. نفكر في حاجه ما فيش مشكله، لكن عندنا ابطال هيشفعوا اسم مصر. فكره ان انا مش محمد صلاح او غيره من اللاعبين المصريين في كره القدم او في الالعاب الاخرى، لما تقال اسم مصر وعلم مصر يترفع ده دعايه للبلد وشيء مهم جدا 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 الفتره الجايه. اعتقد احنا ماشيين بطريق بشكل متميز جدا على جميع الاصعده سواء داخليا او خارجيا. فكره البنيه التحتيه وتوفير ملاعب لكل الرياضات شيء اساسي ومهم، عشان اولا الممارسه مهمه لكل شرائح المجتمع خاصه طبعا الاطفال والشباب، ثم نخش على مرحله البطوله، ولما نوصل لمرحله البطوله ويتقال اسم مصر في العاب كثيره جدا جدا في العالم، لا ده دي دعايه لمصر تقال اسمها دايما وعلامه يا رب دايما تقال اسمها في كل المحافل الدوليه. الموضوع مهم جدا الهامه يا دكتور في كل المجالات. دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي شكرا ليك يا فندم. معانا بقى دلوقتي تقرير جميل جدا جدا لشخصيات هي من احب الشخصيات على قلوبنا سواء كنا صغيرين او حتى كبار. مين فينا مش يعني مش فاكر زكية زكريا وغيرها من الشخصيات الكوميديه والاعمال اللي كانت مفتاح نجاح الفنان ابراهيم نصر لقلوب كل الناس. هنتابع مع حضراتكم. بموهبته الواضحه وأفكاره المجددة وهيئته الخاصة استطاع أن يحجز لنفسه مكانا في المشهد الكوميدي بمختلف أشكاله في الدراما والسينما والمسرح وتاريخه الأكبر مع برامج الكاميرا الخفية. إنه الفنان الكبير إبراهيم نصر،
ولد في حي شبرا بالقاهرة في مثل هذا اليوم في 18 من أغسطس لعام 1946، وعندما صار عمره قرابة 10 سنوات بدأ في تقليد أقربائه، وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة. وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل، وفي أحد الأيام التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي، والذي أقنعه بالذهاب معه إلى التلفزيون لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج بعنوان عزيزي المشاهد. وبالفعل شارك في العمل وكان على الهواء مباشرة وحقق ميلاداً حقيقياً لم يكن يتوقعه. حصل على ليسانس الأداب عام 1972، ونال أثناء دراسته العديد من الجوائز والميداليات تقديراً لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة. بدأ حياته الفنية كمونولوجست يقلد النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تلفزيونية منها حكاية لها العجب والزمن المر، كما شارك في عدة مسرحيات بالإضافة إلى برامج الكاميرا الخفية التي اعتاد تقديمها خلال شهر رمضان، وحقق من خلالها شهرة واسعة. للفنان إبراهيم نصر مجموعة لا بأس بها، منها بيت بلا حنان وحد السيف وحسن اللول وإكسلارج وغيرها من الأفلام المصرية. توفي فجر يوم 12 مايو من عام 2020 عن عمر ناهز 73 عاما، بعد أن حفر اسمه وذكراه بالبسمة على وجوه المشاهدين وفي ذاكرتهم. بنشهد النهاردة، تشهد السماء النهاردة حدوث أقرب اقتران لكوكبين، عطارد والمريخ في عام 2021، يعني بيفصل بينهم حاجة بسيطة جدا جدا، ده هيكون في الأفق الغربي. طيب هذه الظاهرة معناها إيه؟ هل ليها أي أعراض؟ هل بتتكرر زي الظواهر اللي بتتكرر كل سنة؟ معانا ضيفنا دكتور محمد غريب، أستاذ بالمعهد القومي للعلوم الفلكية، برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك. هذه الظاهرة بتستمر قد إيه؟ وسبب الاقتران الأقرب في 2021؟ هي الظاهرة الاقتران هو إن الكواكب بتبقى قريبة من بعضها البعض. إذا حضرتك قلتي إنه الكوكبين هيكونوا قريبين جدا، يفصل بينهم حوالي 8% من درجة مئوية. الاقتران بيبقى بعد شوية، كل شوية بيبتعدوا عن بعض إلى أن يكون البعد شيء كتير. الاقتران فايدته إن احنا بنقدر نأكد دقة الحسابات الفلكية، بنقدر نوري إن برضه بنحاول نضبط مسار ومدار الكواكب، فدي فايدتها في علم الميكانيكا السماوية. طيب هذه الظاهرة الفلكية هتتكرر مرة تانية يوم 23 أغسطس 2032. ليه بعيد كده؟ لا حسب مدار الكواكب، حسب مدارها واقتراب الكواكب من بعضها البعض. دي حسابات فلكية ملاش أسباب، يعني سبب إن كل كوكب بيدور في مدار خاص بيه. طب يا دكتور الاقتراب ده هيكون قريب قوي قوي. ما هو يعني 8% من الدرجة. نعم 8% درجة، حوالي 8% من الدرجة، يعني أكثر من نص درجة بشوية. يعني ده خطر جدا، ويعني ده مفيش خطورة. لا مفيش خطورة. كل طب لا قدر الله حصل تصادم يعني؟ لا ما يحصلش تصادم، ان كل كوكب في مساره الخاص بيه. وكلهم في فلك يسبحون، في معجزة الله سبحانه وتعالى. طيب هذا التقارن القريب جدا، احنا بس بنطمن الناس يعني ما نقلقش. لا مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة. وكواكب كتيرة بيحصل لها اقتران مع بعضها، المريخ مع المشتري. الاقتران ده يعني بيبقوا قريبين جدا من بعض. بيبقوا قريبين، معنى الاقتران إنه الكوكبين بيبقوا قريبين جدا من بعض. واحنا بنقول إنه بعد يعني احنا سنة 2032 هيحصل مرة تانية.
2032. طب ازاي بتعرفوا الوقت والتاريخ والمده وانه هيتكرر في هذا العام؟ يعني ازاي بيتم حساباتها يا دكتور؟ حسابات فلكيه دي معادلات رياضيه معقده وكثيره علماء الميكانيكا السماويه بيهتموا بحساب هذه الظواهر. شكرا لحضرتك دكتور محمد غريب استاذ بالمعهد القومي للعلوم الفلكيه. دكتور طمنا اولا انه هذا الاقتران اللي هو قريب جدا ما بين كوكبي عطارد والمريخ ده مش هياثر في اي حاجه ومش هنحس اصلا بيه، والتقارن ده هيكون قريب جدا رغم ان هو هيكون قريب، ولكن هو يعني بيطمنا انه مش هيحصل اي تصادم ما بين الكوكبين، وطبعا دي حاجة مستبعدة جدا جدا جدا، ولكن احنا لازم برضو نطمن لانه الظواهر الفلكية زادت الفترة الاخيرة او مش زادت الفترة الاخيرة، احنا اللي بقينا نهتم بيها، ومع طبعا وجود قوة السوشيال ميديا ومع الاهتمام كمان بعلوم الفضاء بدأت الناس تسأل طب ده معناه ايه، طب ده اثره علينا ايه، ومع الاشاعات اللي تقول لك اصله مش عارفة ايه اللي يوم الايه مقرب، اصل معرفش الحاجات الغريبة اللي احنا بنسمعها، معرفش يعني كلام غريب الصراحة يعني. فلازم نطمن ولازم يكون معنا علماء فلك يطمنونا، ولازم دايما نوضح الحقائق من خلال طبعا ضيوفنا المتخصصين. طيب نروح بقى لفقرة تهم كل الأهالي، الأهالي اللي دايما يسألوا السؤال الشائع الكبير، هو ازاي ابني، ازاي الطفل اللطيف الصغنون الكيوت تحول الى طفل عنيد فجأة؟ نوبات الغضب العند اللي بتخلي التعامل معاه اكتر صعوبة، حتى المناقشات اللي بيننا وبين الاطفال بشكل عام بتبقى صعبة جدا نتيجة ان هو بيبقى عنيد مش عايز يسمع الكلام. تعليم الاطفال من المبادئ المهمة جدا، وبالأخص الاعتماد على الذات، ده هيساعدهم بشكل كبير جدا على تعلم كيفية إدارة عواطفهم وسلوكهم بمسؤولية. طيب احنا هنعرف مجموعة من النصائح اللي لازم نتبعها والأهالي يتبعوها مع دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. برحب بيك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. ازاي نتعامل مع الطفل العنيد في مختلف الفئات العمرية، وليه الأطفال كلهم يعني في عند كده، ليه كلهم كده راسهم ناشفة مش عايزين يسمعوا الكلام؟ احنا اللي بنخلق هذا العند. بص يا فندم، الطفل وليد التقليد وليد التربية. النهاردة الطفل الصغير بيجي احنا نعوده على تصرف او سلوك معين، يعني حتى المثل البلدي ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوده. هو الطفل هنا لما بيجي احنا نعوده على شيء معين، هو بيجي ياخد اللي هو عايزه بالصراخ او بالعياط او بالبكاء او ان يهدف نفسه على الارض. احنا بنستجيب وبنوافق على طلباته، نرضخ لطلباته مره في اثنين في ثلاثه، فبيعتبر دي وسيله للحصول على المكسب. طب انا عايز اقول حاجه يا دكتور، غير طبعا ان احنا بنعودهم او الطفل بيكون انعكاس للبيئه اللي حواليه، أنا في بعض الأحيان بكون مخلفة توأم، يعني عندي طفلين أو مش لازم توأم، عندي كذا ابن، الطباع بتكون مختلفة رغم إن الأهالي ممكن تكون عصبية وعنيدة ونفس البيئة، لكن بيطلع لي طفل مؤدب كده بيسمع الكلام وجميل ومش عنيد وتمام كده، والتاني مطلع عيني ومش عايز يسمع الكلام. عظيم. ليه؟ إحنا عندنا الشخصية بتاعت أي إنسان بتيجي من ثلاث عناصر: جينات وراثية من الأب والأم، التربية في الصغر، وهم ثم الخبرات الحياتية. بنلقى أن هنا في ثوابت، يعني الجينات الوراثية للطفلين توأم واحد، اتربوا هما الاثنين بصورة واحدة، ولكن جم خبراتهم اختلفت. واحد اتعود أن ياخد بك بصورة معينة، واحد اتعود على أنه يكون شخصية قيادية وأخوه تابع ليه، واحد اتعرض لضرب او اهانه من حد، واحد اتعرض لاصابه عضويه في المخ، ودي بتمثل 1% من التغيير في الشخصيه. اذا في عناصر ثوابت وفي عناصر لا بتختلف، فبالتالي بنلقى التوأم بيجوا هما الاثنين يمشوا زي بعض لحد معين، وبعدين بيبدا يفترقوا في الشخصيه
نتيجة عناصر أخرى طيب الوراثية، الجينات الوراثية اللي بيورثوها من الآباء، العصبية، العند، أيا كان الطباع المختلفة دي، بتكون نسبتها قد إيه؟ يعني الجينات اللي بياخدوها الأطفال مننا من الأهالي بتكون بنسب قد إيه؟ بص، لو الجينات مرضية بتتراوح ما بين 1% ل 5، أعلى حاجة 5، 5%؟ يعني النهاردة 5% من الجينات. طب ده ولا أنا حاجة النهاردة يعني. لما باجي لا، ما ولا حاجة، دي ما أنت بتعضضيها بعناصر أخرى، يعني أنت بتنشطي هذا الجين أو بتهمليه. التدعيم لهذا الجين بيجي بقى من تنشيط ليه في الفترة الأولى من العمر، أول سنة، إنه يتعرض لحرارة عالية شديدة، يتعرض لدور مرضي عنيف أو شديد، أو في الفترة السن بقى من 15 ل 25 سنة. ايه عشان كده علاقة أغلب الحرارة يا الأمراض دكتور؟ إيه لا مش الحرارة هنا معلش. بتأثر على النواقل العصبية في المخ. هي بصي، قصة الإنسان، إحنا كإنسان عندنا علبة في المخ كده فيها حاجة اسمها نيورو ترانسميتر أو النواقل العصبية، دي المسؤولة عن كل تصرفاتنا، سواء مرضية، سواء فرحة، سواء حزن، سواء غضب، سواء هدوء، كل ده من النواقل العصبية. والنواقل العصبية دي للأسف عددها ثابت، الحجم الكلي بتاعها ثابت، فزيادة واحد لازم ينقص قدام واحد أو اتنين تاني، فبالتالي عملية حسابية زي الدكتور بتاع الفلك كان بيقول لك، هي حسبة فلك. إحنا في المخ هي حسبة، النور أدرينالين بيزيد هتلاقي السيروتونين والدوبامين يقل، الدوبامين عالي قوي تلاقي إيه؟ السيروتونين والنور أدرينالين قلوا معاه، الأندروفين عالي راح نقص مكانه، السيروتونين مش عارف إيه نقص إيه زاد، كل حاجة من دول بتأثر عليا أنا في سلوكي. يعني نوبات الغضب اللي بتيجي لطفل أو لإنسان لحظة واحدة دي النور أدرينالين مسؤول عنها. أنت لما تسيله النور أدرينالين في الدم هتلاقيه عالي جدا، نسبة الكورتيزول ليفل هتلاقيه عالي جدا، السيروتونين لما يكون مبسوط السيروتونين بيعلى معايا، لما يكون متضايق هل السيروتونين ابتدى نزل جامد، الدوبامين كل ما أركز وأكون داخل امتحان مع التوتر والقلق بيبدأ يعلى سنة، لكن لو الأمور اتعرضت لضغوط لا ده ممكن يعلى قوي، تبدأ تظهر أعراض مرضية فصامية أو شبه فصامية وهكذا. طيب إزاي أقدر إن أنا أضبط سلوك الطفل لو حسيت إن هو عنده بعض الميول العنيفة شوية أو العند أو الطباع الصعبة اللي ورثها مني، بس أنا مش عايزة يبقى زيي مثلا، أنا عايزة أضبط سلوكه؟ تمام. وحضرتك بتقولي دلوقتي انه هناك بعض الامور الخارجه عننا زي ارتفاع درجات الحراره، ده ممكن تاثر على خلايا المخ، ممكن تنبه بعض الطباع، يعني دي حاجات مش هتبقى صعب ان انا دلوقتي ادخل فيها علشان دي حاجات علميه ايه بحته، بس بتكلم بشكل عام. تمام. اللي بيربط الطفل ويحزم لك تصرفاته كلها العاطفه، كل لما الطفل هتطي له عاطفه كل ما بتقدر تكسبه، كل لما الطفل ده بيفتقد العاطفة كل ما بيجنح إلى تصرفات، يعني أيام أطفال بتجينا إن هما فرط حركة، لما بنقعد معاهم نلاقيها هي حرمان عاطفي، بيجينا ناس أكبر حتى مش شرط أطفال. يعني الحرمان العاطفي ممكن يولد عند الأطفال بعض السلوكيات العنيفة أو يبقى حتى عنده انفصال في الشخصية وما إلى ذلك؟ بص يا فندم، الطفل ده وليد التقليد ووليد المجتمع اللي حواليه. النهاردة الأب والأم قاعدين في البيت يتخانقوا، أنا آسف، يتطاولوا على بعض، يمدوا إيديهم على بعض، يتشاجروا مع بعض، الطفل بيشوف ده بيجيله نوع من الحرمان العاطفي، يطلع ده إما في صورة غضب، يا بيكسر يا بيتنمر على زميل ليه في المدرسة، لا بيضرب حد في البيت، يكسر حاجه في البيت، يرمي حاجه في البيت، يا اما يقعد يجري لي في البيت بدون سبب، واحنا مش عارفين ان ده بسبب الحرمان العاطفي، ونقعد نودي الدكاتره عشان نرضي ضميرنا، يا دكتور الولد عنده فرط حركه، يا دكتور الولد بيجري، الولد بيكسر في البيت، طب انتوا في البيت اخباركم ايه مع بعض؟ لا احنا ناويين نتطلق، اصل لا هو جوزي عصبي وانا عصبيه، لا اصل بيحصل، يا اخوانا ما ينفعش، ادوا الولد ده حد يديله حضنه، عشان كده الطفل ده لما بيلاقي حد بيحتويه تلاقي الولد بقى كويس او البنت بقت كويسه بدون ادويه، يعني احنا دايما ده انا يعني قبل حد يجي لي يقول لي ده الولد بيجري حركته كتير قوي ما بيهملش في البيت، طب اعملوا لي صوره دم،
طب الولد عنده مثلا تحليل براز، نشوف لو في اي حاجه في البراز ممكن تعمل له كده. طب انتوا اخباركم ايه في البيت؟ لازم ادور في الاخر انتوا اخباركم ايه في البيت. لما بلقى حته العاطفه اطلعوا صلحوا من نفسكم، هتقولوا ابنكم اتصلح، هتبقوا كويسين مع بعض، ابنكم هيبقى كويس مع نفسه ومعاكم ثم مع اصحابه في المدرسه. قبل ما نلجا لادويه، قبل ما نلجا لاي حاجه، نصلح من انفسنا ونحاول نساعد ولادنا ونحتويهم. احنا مشكلتنا الازليه في كل، اقسم لك بالله يا استاذه، انا بيجي لي ناس 40 سنه 45 سنه باضطرابات نفسيه، مش هقول لك امراض نفسيه، اضطرابات نفسيه. ارجعي هو عمال يتكلم، هو عمره 52 سنه 51 سنه، عمال يعيط لي يقول لي اصل انا صغير بابا كان بيضربني، ماما كانت بتضربني، بابا كان بيعاملني وحش، ماما كانت بتعاملني وحش، مش عارف في البيت كانوا بيعملوا كذا، بيتخانقوا مع بعض صوت عالي باستمرار، حصل كذا في البيت، امي عملت كذا، ابوي عمل كذا. تخيلوا هو عمره 52 سنه 51 سنه وما زالت هذه الفكره هي السائده وهي المسيطره، وهي المسيطره على تصرفاته. حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، الضرب. الضرب، واحنا بنقول يا جماعة بلاش نضرب أولادنا، حتى مهما غلطوا دول أطفال لسه بيتعلموا. ثقافة الضرب دي لسه موجودة، لسه موجودة يا دكتور، مهما قعدنا نتكلم. ومش على فكرة مش طبقات معينة، لا ده كل الناس، يعني ده في مختلف الفئات، يعني مختلف المستويات بتضرب أطفالها. يعني سواء حتى، يعني ما انا مش بتكلم على الضرب اللي هو الايد كده، لا بتكلم ضرب ضرب. اطفال بنشوفهم سنتين 3 سنين 4 سنين بيضربوا ضرب واكتر والله جامد جدا للاسف. فانا نفسي بقى نغير ثقافه انه اصل انا بضربه عشان يتعلم. هل كده سؤال واضح كده وصريح، هل الضرب بيربي؟ بص يا فندم، نسب الامراض النفسيه عالميا من 5 ل 10. احنا عندنا زادت سنه الافكار بتاعه بعض الناس، وللاسف الشديد بيجيبوها ان هي مرجع ديني، والدين ما ابعد من ذلك ما يكون تماما. وكل حاجه بيقول لك اصل يعني اضربوه، كل حاجه التاويل، هي عندنا مشكله التاويل والتفسير الخاطئ. يقول لك ايه اصل احنا بنضربه، لما انا اضرب ولادي، لما انا اوقف ولادي وارش عليهم ميه ساقعه في الشتاء عشان اقول اصل انا بأدبهم، وانا بتكلم يا دكتور باسم الدين، وابسط كلمه يقول لك انا يا دكتور بتكلم باسم الدين. طب تعالى ابنك ده النهارده بقى مريض عقل، ابنك ده بقى مريض اكتئاب، ابنك بيحاول يأذي نفسه، ابنك ده مش عارف النهارده مشاكله في المدرسه، ابنك مشاكله معاك انت نفسك مش عارف تتواصل مع ابنك، كل ده سبب الضرب. ليه الضرب؟ انا اسف، ما الضرب ده حيله ضعيفه مني ان انا مش عارف اتصرف. النهارده لما اشوف ابني النهارده عمل تصرف شائن، هذا التصرف قد يكون مرضي، هذا التصرف قد يكون ناتج عن نقص عاطفه، هذا التصرف قد يكون ناتج ان انا ما ربيتوش صح. انا اسف، قد تكون انت المخطئ في تربيه ابنك، ولكن اصلح الخطا بخطا ولا اصلح الخطا بصوره صح. النهارده انت لما تضرب ابنك، الطفل دايما يا فندم طفل ذكي جدا، لما الام الولد يعمل خطا تقول له بابا لما يجي هيضربك، الطفل عمال يفكر بابا لما يجي ده هيضربني ازاي، هيقطع ايدي، هيقطع رجلي، هيقطع دماغي بالسكينه، ولا هيرميني من فوق. اما هو مش عارف ايه اللي بابا هيعمله، ده طفل، انا بتكلم في طفل سنتين 3 سنين، هو مش فاهم بابا ده هيعمل ايه. لما جه بابا ضرب بالشلوط، ضرب بالقلم مره في الثانيه في الثالثه، انا ما متش، ما قطعتش ايدي، ما قطعتش رجلي، ما حصلش حاجه. اضرب بعد كده، يبقى انا هعمل اللي انا عايز اعمله وانت اضربه، انا مش خسران حاجه. وتلاقي الطفل بيتضرب وعمال يبقى عنده تبلد، يعني الطفل بيبقى عنده تبلد كده، مش فارق معاه، خلاص هو اللي خايف منه ما حصلش، فبالتالي اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انا هعمل برضه اللي انا عايزه. دخلنا مرحله عناد، نيجي عند سن المراهقه، احنا في اتجاه او الولد في اتجاه او البنت في اتجاه، ما بنعرفش نتواصل معاهم، يجوا نعيط بعد كده الحقنا يا دكتور مش عارفين نتواصل مع اولادنا، احنا خسرنا اولادنا او اولادنا خسروا. طب ما ده كان من الاول يا فندم، اتواصلوا مع اولادكم، اتكلموا مع اولادكم، خدوا اولادكم في حضنكم، اسالوهم انتم متضايقين من ايه، خد مره اولادك كل اسبوع مره مرتين، اخرج بيهم مكان مفتوح، جنينه، ميدان، شارع، على نهر النيل، على ترعه، عند جنيه صحراء، اي حته، خد اولادك واخرج بيهم، اتكلم معاهم، اعرف هم بيفكروا في ايه، هم يفهموا تفكيرك في ايه، اديهم ثقه في نفسهم، وده الاهم. ما تجيش النهارده الام تجبر الولد لا لازم تلبس دي، لا لازم تاكل دي، يا ستي ماشي، احنا بنقول انا معاكي، انت ممكن ظروفك الماديه عايزه لبس بظروف معينه. انا اختار 5 حاجات 4 حاجات،
بالمناسب ليا ماديا واقول للولد تعالى اختار منهم او البنت. اقسم بالله شفت المحل بعينيا الولد بيختار تيشيرت راح الاب ضربه بالقلم. ليه يعني اضطريت اتدخل قلت له يا فندم بعد اذن حضرتك انا اسف ان انا اتدخل ليه بتضرب الولد بالقلم؟ ده قميص غالي يا فندم. طب هات انت تلات اربع انصام واختار المناسب ليك. اقسم بالله دي قصه حقيقيه. قلت له اختار يا فندم المناسب لحضرتك ماديا يعني والطفل يختار منه. الصغير اختار تيشيرت وهو طبعا طفل مش هيقرا سعره. أم ابوه ضربه بالقلم وسط الناس او حتى ضربه اصلا بالقلم؟ والله العظيم اقسم بالله في مصر الجديده في احدى المحلات الكبيره هيضرب بالقلم والله في وسط الناس كلها عشان الولد مصمم على التيشيرت. قلت له يا فندم احنا نختار خمس ست حاجات مناسبه لينا وبرده انا والراجل لما اتكلمت معايا يا دكتور يعني يعني كويس انه هو احرج لي. احرج مني وكويس ان طلع عارفني يعني. فقال والله يا دكتور انا اسف. قلت له يا حبيبي مش كده يعني احنا ده ابنك انت بتحبه. قال لي طبعا انا بحبه. قلت له ما هو مش واصله له كده هي هتوصل له بصوره خاطئه ان انت كده بتكرهه ودي لو اتربت جوه الابن مش هتعرف ترجعها. ما عند سن معين يا فندم لما بيجي لنا الطفل 14 15 سنه والاب او الام ما فيش علاقه بينهم بناخد لنا سنه عشان نعرف نرجعهم لبعض يعني. طيب دي نقطه بقى انا عايزه اتوقف عندها يا دكتور لانه نسب الطلاق زايده في كل دول العالم يعني بالمناسبه مش بس في مصر خلاص يعني لا مش عندنا نسب الطلاق زايده ومعظم الاطفال بيكونوا مع الزوجه. دلوقتي حضرتك قلت لي الحرمان العاطفي ممكن يولد عند الاطفال بعض الميول العنيفه. طيب هو اكيد محروم من بابا او مامته يعني ايا كان هو عايش مع مين. دور الشخص بقى اللي الطفل ده معاه مفروض يعمل ايه علشان يعوضه عن الطرف الاخر الطرف الثاني؟ بص يا فندم الطفل في التربيه محتاج حاجه اسمها الاب او صوره الاب احفظها فيك. صورة الأب عند سن السبع تمن سنين السن سبع تمن سنين بالذات الأطفال بتبقى من نوع إن هم بيضايقوا بعض بمرحلة سنية ويبتدوا يتفاخروا كل واحد ويتباهى بباباه قدام التاني من سبع سنين لكده ل 12 سنة. ده أنا بابي جاب لي كذا، ده أنا بابي عمل لي كذا، ده أنا بابي صفر لي القمر، ده أنا بابي حجز لي تذكرة في المريخ، كله عكس بس يعني إيه هي العيال تحب كده ودماغها شغالة بيضحكوا على بعض كلهم. في طفل طبعا في بابا مش موجود معاه هو بيسمع الكلام ده بيصدقه بيبدا الطفل ده ينطوي بيبدا الطفل ده يكتئب مع ان الام يعني زي ما بيقولوا كده هديها الكوته معاه وبتعمل له كل حاجه لكن هو بيسمع ان زميله بابا وداله تذكره للمريخ وبابا وداه ماتش مش عارف ايه وبابا هيسافر يتفرج على ميسي في فين. طبعا كله كلام مش هيحصل ولكن الطفل بيصدق يدخل في اكتئابية. فدايما بقول هنا يا اخوانا احنا انفصلنا بس في بينا طفلين او في بينا طفل يبقى على الاقل ندى الطفل ده حقوقه طالما احنا مش عارفين ناخد حقوقنا من بعض. لو ما اداش الحقوق يا دكتور ما اداش الحقوق ما هنا بندور على البديل مع الطفل. بديل لازم يعني الاب بديل. البديل الفازر فجر يعني اما خال يا اما جد يا اما بقى هترتبط بحد تاني كلها علاقه طيبه بالطفل. في ناس ربنا حارمها من الاطفال فبتدور على واحده معاها طفل عشان يدي شعور الابوه اللي هو محروم ان هو من طفل فبيلقى الطفل ده فبيعوض. ودي شفتها كتير جدا لدرجه يعني انا عندي حاله الولد متعلق بجوز مامته اكتر من باباه مليون مره. لا ده كتير بصوره بشعه ده كتير لان الراجل عوضه وعطله كميه من الحنان والعاطفه عاليه جدا 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 فبالتالي لازم الطفل ده نعوضه. ما بدون التعويض هنقعد نتكلم وهنعمل يعني الست ممكن تكون يعني عامله كل حاجه بس صوره الاب مش موجوده. الاب هنا القدوه الاب هنا الاب ممكن مثل يكون الأعلى. الخال او العم ممكن يعني الخال او العم او الجد او الجد او لو حد غريب تطوع ورضي ان هو يدخل في حياه هذه الزوجه والابن ده ويقوم يلعب بدور الاب. واحنا بنتكلم يا دكتور عن الموضوع الضرب ده للاسف الشديد يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي انا بقى شفتها التبول اللا ارادي ده بيبقى مرض يعني بيتدرب علشان عنده عشان الاهل مش عارفين ده مرض مش فاهمين ان ده اصلا مرض ومرض بسبب الخوف وبسبب التوتر وبسبب الضرب. احنا التبول اللا ارادي
قبل ما نقول للعيل اتضرب. يعني احنا دايما في حاجات كتيره جدا، يعني الطفل الفرط الحركي بنضربه، الطفل التبول الارادي هو ذنبه ايه؟ ما في حاجات الطفل بيعملها هو ملوش ذنب فيها. انت بتعاقب انسان على شيء هو لا يملك فيه شيء. النهارده الطفل ده قد يكون هو طفل فيه حته عناد. يعني احنا دايما اهم من الدواء دايما نقول لهم ما يشربش ميه بعد الساعه 7 8 بالليل، ما يشربش سوائل قبل ما يدخل ينام، قعدوه على التويلت لمدة أسبوع واحد فقط، بعد ما ينام بنص ساعة لساعة حد يشيله يحطه على التويلت كل يوم لمدة أسبوع واحد فقط دي. لكن بقية الحاجات دي يوميا، شرب السوائل وخصوصا البيبسي والحاجات اللي فيها صودا دي بلاش منها خالص. دخول التويلت قبل ما ينام ده ضروري جدا جدا جدا. لو عملنا كده 80-85% من الحالات بتبطل. نيجي بعد كده بندور على العلاج. واحنا لما بندي علاج بندي مضاد اكتئاب، يعني هو العلاج مضاد اكتئاب وبيساعد ان يخلي النوم خفيف. ليه بدنا مضاد اكتئاب؟ لان هو طفل اوريدي مكتئب، واحنا يعني نقومه الصبح بين اخواته، يا شوف شايفين اخوكم، شايفين اخوكم عامل ايه، شايفين اختكم عامله ايه، يا اخوانا انتوا بتفضحوه، انتوا بتعايروه على مرض. يعني برضو هي ساعات الام بتبقى غصب عنها تقول لك ما انا اللي بغسل وانا اللي بشقى ورق. يا ستي ماشي والله مصدقيني، لكن مش بنعاير الطفل على مرضه. صحيح. ده بالاحتواء هنعالج كل حاجه تيجي بالعلاج بسرعه. الاحتواء ارجوكم. وفعلا الام والاب اللي شايفين نفسهم عصبيين ومش طايقين نفسهم، يا ريت يا ريت ما تخلفوش. اللي مش مسؤول ما يخلفش بجد والله، لان ده امانه مسؤوليه. يعني عمي. الاطفال دول مسؤوليه، مش قد المسؤوليه خلاص ما تخلفش. يعني مفيش داعي، مفيش داعي ان احنا نطلع اطفال مشوهين نفسيا بسبب ام غير مسؤوله وام غير مستعده اصلا ان هي تخلف، او حتى اب نفس الكلام. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، بشكرك على وجودك معنا. نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صور من معدلات إنجاز المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في المحافظات المنيا، القليوبية، سوهاج، دمياط، البحيرة، بني سويف، أسوان، أسيوط، الفيوم، المنوفية، الغربية، الشرقية والأقصر. وجهت وزارة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاية تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، واللي بتشرف وزارة التنمية المحلية على المشروعات المنفذة من خلالها وتهدف إلى الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع. طبعا مبادرة حياة كريمة ده كانت في البداية مبادرة حتى أن أصبحت مشروع قومي ينفذ على مستوى الجمهورية بيستهدف تحسين حياة حوالي أكتر من 60 مليون مواطن مصري في القرى وفي الأرياف اللي كانت مهملة ومهمشة على مدار سنوات كتيرة جدا. أخيرا الحلم تحول إلى حقيقة، أخيرا يعني هنشوف هذه البنى التحتية اللي كانت مدمرة ما كانتش أصلا موجودة أصبحت موجودة، وإن شاء الله هتكمل بعد 3 سنين من خلال المشروع القومي حياة كريمة. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي الجهود اللي بتبذلها هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مجال المشروعات القومية، الحصر التصنيفي والتركيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديد، جهودها في مجال كمان تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، إنهاء مشكلة المنتفعين. عندنا كمان إجراءات تخصيص الأراضي لمبادرة حياة كريمة، ده بيتم إزاي؟ بالتنسيق طبعا بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية، كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية. كمان من الملفات اللي هنلقي الضوء عليها أكثر التحول الرقمي، التوسع في الخدمات الإلكترونية لمنظومة العمل بالهيئة بشكل عام علشان نيسر من الإجراءات. الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا.
أولويات العمل في هيئة التعمير في الوقت الحالي إيه هي؟ ألو؟ سمعك كويس، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم في الهيئة العامة للتعمير. الهيئة العامة للتعمير هي إحدى الهيئات العامة الكبرى على مستوى الجمهورية المتخصصة في الإصلاح الزراعي، وهي الزراعة اللي بيقوم بتنفيذ كل تكليفات وزارة الزراعة بالنسبة للإعداد وحصر وتصنيف التربة والإصلاح أو إكتشاف الأراضي الجديدة من أجل الإصلاح والإستزراع. الهيئة العامة للتعمير ولايتها حوالي 7.2 مليون فدان على مستوى الجمهورية، بتبدأ من أسوان حتى الساحل الشمالي حتى محافظات الدلتا. الحمد لله الهيئة بتقوم بدور كبير جدا في موضوع الإصلاح الأراضي، وخاصة في الأراضي الجديدة بعد ما وصلنا في الدلتا القديمة 6.1 مليون فدان. هذا الشيء الضيق أدى إلى سياسة الدولة أو الكادة السياسية اللي احنا لازم نخرج من الحيز أو الشيء الضيق إلى الأراضي الجديدة في الصحراء، نقص الصحراء. فكان من تكلفات فخامة الرئيس اللي احنا كل الأراضي الجديدة تكون أراضي مستوفاة كل الشروط اللازمة لإصلاح الأراضي. الاستراتيجية بقى يا فندم اللي احنا شغالين عليها، استراتيجية الهيئة كمان لاسترداد الأراضي اللي تم الاعتداء عليها مسبقا. احنا بنقوم بدورنا في موضوع تقنين الأوضاع بالنسبة للأراضي الخاصة بالدولة والخاصة بهيئة التعمير، من حيث تقنين أوضاع الأراضي اللي هي القائمين عليها من المزارعين أو المنتفعين الجديين اللي بيقدموا طلبات جادة للهيئة وبيتم التعامل معهم وفقا للقانون. أما الأراضي المتعدى عليها خارج القانون بيتم التعامل عليها بإحدى الطريقين، يا إما بالطريق الإزالة واسترداد أراضي الدولة، يا إما بإن التعاقد مرة تانية عليهم بالأمر المباشر أو بعد الرجوع إلى الجهات المختصة في الاسترداد، اللي احنا نيسر على المواطنين بحيث ما نضيعش أموال الدولة ولا نضيع حق المواطنين ولا الأراضي الموجودة على مستوى الجمهورية. صحيح. احنا الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا في هذا الموضوع، واحنا كمان بنعمل في هذا الموضوع اللي احنا بنوصل كل المستندات وكل العقود الى اماكن المتواجدين المنتفعين على مستوى الجمهورية. على سبيل المثال احنا مطلع اللجان في هنا في واجي ابلي عشان تسلم العقود للمنتفعين في واجي ابلي، ومطلع اللجان تسلم المنتفعين في شمال سيناء ووسط سيناء وسهل الطينة وجنوب الأنطرة وكل الاراضي اللي فيها تكون اوضاع تيسير على المواطنين، هنطلع اللجان تسلم العقود هناك في المنطقه دي. حجم التعديات الموجوده على اراضي المشروعات يا فندم؟ حجم التعديات طبعا انخفضت بعد صدور قرار 144/2017 اللي هو تكن اوضاع، انخفض الى حوالي ما يزيدش عن 20%، واحنا دلوقتي برضو بنحاول نقلص هذا الرقم من حيث المتابعات الجديه ومتابعات المرور على الاراضي المتعدى عليها. تمام. طب الاليات بقى المتبعه لتقنين الاوضاع لدى هيئه التعمير يعني بتتم ازاي؟ هو كان في الماضي كان في 2017 كان في قانون تقنين 144 ده كان شغال حتى 2018 وتم الايقاف، يعني تم انتهاء المده المسموح به، واحنا بنقنن الناس اللي قدمت في 144 والناس اللي خارج اللي هم ما قدموش 140 ده بنعملهم حصر تاني وبنقنهم بالقانون عندنا اللي هو 143 بالامر المباشر بعد موافقه السلطه المختصه اللي هو مجلس الاداره. طيب خليني بقى اتكلم عن نقطه مهمه اللي كان، لانه كان في توجيهات رئاسيه لحل مشكلات المزارعين والمستثمرين فيما يتعلق بالانشطه او مشروعات الانشطه الزراعيه، التنميه الزراعيه يعني بشكل عام. احنا عملنا ايه يا فندم؟ ازاي قدرنا ان احنا نحل هذه المشاكل؟ بص يا فندم، نشاط الزراعة عندنا بينقسم إلى أكثر من نشاط، نشاط يخص الكبار المستثمرين وشركات الاستثمار الكبرى والشركات العالمية اللي موجودة عندنا والشركات اللي هي العربية أو الأجنبية. عندنا شركات، عندنا المستثمرين الموجودين المحليين، كل احنا بالنسبة للشركات الكبيرة احنا بنحل مشاكلهم من حيث تخصيص المساحات الكبيرة اللي هي تتعدى ال 1000 فدان، توصل ل 150 و160 و200 ألف فدان. دي بيتم التعامل معهم مباشره باصدار قرار تمكين لهم بالتملك او حق انتفاع في الارض. والجراءات الحمد لله احنا عندنا اكثر من شركه الحمد لله
موجوده حاليا على مستوى الجمهوريه، شركات كبيره، شركات من دول عربيه بدون ذكر اسماء، عندها اكثر من 200 الف فدان، 300 الف فدان موجودين في لوينات، وموجودين حوالي بتاع 100 الف فدان او 100 200 الف فدان موجودين في توشكا. بالاضافه ان عندنا طلبات تانية لشركات كبرى عاوزين اراضي جديده في مناطق جديده. بالاضافه عندنا اراضي خمس ست شركات موجودين في انتاج الدجاني، موجودين في الوادي الجديد. كل الشركات دي كلها كبيره ديت، ما فيش مشاكل من ناحيه الاستثمار ولا من ناحيه الاجراءات. تمام. اما سؤال المستثمرين، احنا بنحل مشاكلهم من حيث تحويلهم من الري. اتفضل. فين نوعيه المشكلات؟ يعني حضرتك بتقول لي احنا بنحاول نحل مشكلات المزارعين والمستثمرين في اقرب فرصه في اقرب وقت. طب ايه نوعيه المشكلات اللي بتواجههم يا فندم، سواء كانوا مستثمرين كبار صغار او حتى المزارعين؟ هو يعني المشكلات عندهم هو انهاء تحرير الرقود الخاصه بيهم، ده رقم واحد. رقم اثنين، اللي احنا بنوفر لهم سبل او سبل توصيل مياه الى الاراضي الخاصه بيهم. لو ما كانش متوفره بنعمل على توفير المياه من حيث اذا كانت مياه ابار او مياه معالجه. فاحنا بنحاول بنحل مشكله المياه بالنسبه لهم. انتاج التقاوي طبعا بنوصلها لهم، التقاوي اللي هي الملتقاه اللي هي منتجه من وزاره الزراعه، بيتم توصيل التقاوي الملتقاه للكبار المستثمرين. ورد مشاكل التصدير، اذا كان في تصدير بيحلها عن طريق الوزاره، واحنا الحمد لله الوزاره صدرت اكثر من 5 مليون طن هذا العام بحوالي اكثر من 23 مليار جنيه لمعظم دول العالم، من ضمنها الدول اللي هو السوق العربي والسوق الاوروبي والسوق اللي موجود في امريكا اللاتينيه. طيب احنا عندنا لجنه مهمه جدا، لجنه استرداد اراضي الدوله، اللي في الحقيقة مشكورة بذلت مجهود كبير جدا علشان ترد حق الدولة وحق المواطن المصري ممن سلبوا طبعا الأراضي اللي هي أصلا مش من حقهم. حتى الآن بالأرقام يا فندم، هذه اللجنة إيه جهودها الفترة الأخيرة، نفذت قد إيه؟ والله اللجنة دي مشكورة بكالة المهندس شريف إسماعيل مع أعضاء اللجنة المحترمين من معظم الجهات المعنية وجهات انفاذ القانون. بيتم فعلا التقليل او تقليص التعديات على الارض الزراعيه واسترداد ارض الدوله وتحرير الرقود بالنسبه للمنتفين، بما حوالي نوصل لحوالي 75% من حجم العقود اللي اتعملت او حجم الطلبات اللي اتقدمت. اكثر من 75% من حجم العقود تم تنفيذها، سواء اللي هي الاضطرابات الجاده وارير جاده تم دراستها. واللجنه الحمد لله مشكوره، يعني عملت مجهود كبير جدا، واحنا ملاحظين الفترة دي كلها ان حجم التعديات قلت في هذه المرحلة. وبالاضافة ان الناس معظم الناس في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لهم عقود سواء في المحافظات او في الهيئة العامة للتعمير. تمام. هل في اي مشكلات بتواجه هذه اللجنة، اي معوقات بتواجهها؟ لا الحمد لله ما فيش معوقات، بس احنا نهيب بالسادة المواطنين والمنتفعين اللي لهم اراضي يسارعوا بسداد مستحقات الدوله حتى يتم استخراج العقود الخاصه بيهم في اقرب وقت، حتى يتمكن من الحصول على كل مستلزمات الانتاج من اسمده ومبيدات وتقاوي عن طريق الحياه الزراعيه وعن طريق كارت الفلاح، لان يتم اخذ كارت الفلاح والحاجات دي كلها الا اذا كان مع عقد موثق من الدوله. طيب بيتم التواصل مع المواطنين اللي مش مرخصين اللي لم يقننوا اوضاعهم بعد، بيتم التواصل معاهم تحذيرهم مثلا او حثهم انه من مصلحتهم ان هم يقننوا اوضاعهم؟ بالتاكيد يا فندم، احنا عندنا المستوى المحافظات 26 محافظه على مستوى الجمهوريه، موجود بناديق في المحافظات هناك، لجان متخصصه في المحافظه مختصه بهذا الموضوع، بضافة ان جامعات الزراعه منتشره على مستوى الجمهوريه ومختلف فنون الزراعه، بتم التواصل مع المزارعين بحيث يتم انهاء اجراء التقنين في اقرب وقت. يعني طيب احنا كان عندنا في فتره كورونا وفي ازمه كورونا هناك الكثير من القطاعات اللي تاثرت، والهيئه كمان بطبيعه الحال والمزارعين تاثروا. الهيئة مشكورة اتخذت بعض القرارات، منها تأجيل الأقساط المتأخرة لبعض المزارعين. احنا كمان يعني عملنا ايه تاني؟ يعني قدمنا ايه تاني للمزارعين اثناء فترة كورونا علشان نخفف من عليهم، والوضع دلوقتي ايه؟ بص فندم، الحمد لله القطاع الزراعي لم يتاثر في مصر بالنسبه لجائحه كورونا. الحمد احنا لله. لاحظنا احنا كمواطنين عاديين وفي الريف او في الحضر
لم نلاحظ أي تأثير أو تغيير في المنتجات، حجم المنتجات الزراعية المعروض أو حجم الغذاء اللي موجود الحمد لله في مصر بفضل السياسة اللي الدولة اتخذتها وفي إدارة الأزمة كورونا. احنا لم نتأثر، بالعكس احنا قمنا بتصدير زي ما قلت قبل كده أكثر من 5 مليون طن من الإنتاج الخاص بينا خلال فترة جائحة كورونا بحوالي أكثر من 23 مليار جنيه. ده نتيجة إن الإنتاج الزراعي مرن وبيتمشى مع كل الأزمات الموجودة على مستوى العالم، وبالتالي احنا بنحافظ على الرقعة الزراعية وبندعم الفلاح بكل ما نؤتي به من 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 مستلزمات الانتاج. بس تم تأجيل الأقساط المتأخرة من حيث كامل سعادتك، من ضمن الآليات كمان عشان نوفر او نساعد في عملية الانتاج الزراعي، اللي احنا مش دولة جبايه اللي احنا كل مهمتنا ناخد فلوس، بالعكس احنا راعينا ان في بعض الناس اثروا او انتاجهم حصل فيه تاثير، فراعينا فاجلنا الاقساط في بعض على معظم المنتفعين في على سبيل المثال في شمال سيناء، في جنوب الانطاره، في صقل الطينه، في قريه الامل، تم تاجيل الاقساط للمناطق ديت بحيث يقدر يعني يستعيد دوره تاني ويؤدي يقدم عليه ويزرع ويطلع انتاج بحيث يقدر يسدد مستحقات الدوله. طيب واحنا ما زلنا في برضه بنقدم حزمات او يعني بالنسبه للحوافز اللي هي خاصه ب التسديد اللي احنا بنقدمنا قبل كده اللي يسدد المديونيه، يخفض يتم تخفيض 90% من الغرامات فتره محدده، ثم 75% ثم 50%، بيتم الغاء التخصم 75 او 50 و90% من الغرامات المتخرط عليه. طيب احنا عندنا كمان المشروع القومي حياه كريمه، ايه الاجراءات اللي بتتم، ازاي بيتم تسهيل الاجراءات من اجل تخصيص الاراضي لهذا المشروع القومي حياه كريمه؟ ده طبعا بالتنسيق الكامل ما بين هيئه التعمير والتنميه الزراعيه ووزاره التنميه المحليه. المشروع القومي حياه كريمه ده من افضل المشروعات اللي بتمت في العصر الحديث بالنسبه لرفع كفاءه الريف المصري وتحويله من حياه بدائيه الى حياه تماشى كما في المدن بالضبط، من حيث الصرف الصحي والصرف الزراعي والكهرباء والميه والصحه والخدمات كلها. احنا كهيئه عمل التعمير بالتنسيق مع وزاره التنميه المحليه وممثل لكل المحافظات على مستوى الجمهوريه، احنا عندنا اراضي على مستوى المحافظات موجوده، اراضي متخللات واراضي بتنفع في اقامه المشاريع القوميه زي مشاريع الري ومشاريع الصرف ومشاريع اقامه الوحدات الصحيه والوحدات البيطريه والوحدات الزراعيه والملاعب كل هذه المساحات بيتم التنسيق بيننا وبين وزاره التنميه المحليه فيما يخصها او مما تحتاجه المساحات. وبالطبع احنا واخدين عندنا تكليفات من رئاسه الوزراء اللي احنا نيسر كل اجراء تسليم هذه الاراضي للمحافظات، بعد كده ناخد اجراءات الاداريه بعد كده، يعني اول نسلم وبعد كده نحل اي مشكله اداريه بيننا وبين المحافظات. واحنا بالتاكيد عملنا هذه الموضوع وكان اقربها في محافظه الاسماعيليه قريب، احنا بنتواصل معهم في كافه الاراضي اللي هم عاوزينها في كل المحافظات. بالعكس احنا اللي احنا شايفين تقدم كبير جدا في الريف من حيث الإقامة المشروعات الخدميه، احنا كزراعه احنا بيهمنا هذا الموضوع، والصرف الصحي والكهرباء. طب تقريبا البنيه التحتيه والبنيه الخدميه والميه والصرف الصحي والكهرباء. طيب هل احنا عندنا رقم معين لعدد الاراضي اللي هيتم تخصيصها او اللي تم تخصيصها؟ احنا الاراضي بيتم تخصيصها طبق الاحتياجات المحافظين، وهو عدد احنا لا يعني كل محافظه بتقدم كل احتياجاتها، واحنا ما بنتاخرش على كل احتياجات المحافظه. ما اقدرش اديك الرقم دلوقتي الا بعد انهاء عمليه الحصر الكره اللي يتم فيها التطوير، لان دي اصلا متغيره من مكان لمكان اخر يعني. صحيح. طيب لكن المساحات موجوده والاليه موجوده والتنفيذ بيتم. القطاع الزراعي في مصر من القطاعات اللي كانت قويه جدا اثناء ازمه كورونا، والحمد لله يمكن كل القطاعات تاثرت، ولكن القطاع الزراعي بشكل عام لا، بالعكس يعني كان ماسك نفسه ولم يتأثر بشكل كبير. والدليل على كده ان احنا عندنا الكثير من الصادرات زي الموالح مثلا تصدرت دول العالم، عندنا صادرات كثيرة جدا دول العالم اشادت بجودة منتجاتنا الزراعية. ايه السياسة اللي اتبعتها الدولة من اجل تطوير قطاع الزراعة في مصر؟ القطاع الزراعي يعني كان وما زال، يعني هو كان وما زال من اقوى القطاعات اللي موجوده في الدوله، اللي هي القطاعات المرنه اللي هي بتحمل الازمات في كل وقت، يعني حتى في ازمه كورونا وحتى في الازمات الاقتصاديه الكبرى
اللي حصل قبل كده بالنسبه لانتاج الزراعي العالمي، كان في حصل فيه في تغيرات في انتاج الزراعي العالمي من حيث الكميات، والحمد لله احنا في مصر يعني عندنا توازن في الانتاج الزراعي، بنعرف قد ايه عندنا المساحات المتوفره عندنا، قد ايه المساحات المطلوب زراعتها قمحه او ذره او محاصيل استراتيجيه الدوله محتاجاها قد ايه، وبالتالي ان انا اتاثر باي اي مشكله عالميه سواء بنسبه الاسعار او بنسبه قله انتاج او بنسبه الامطار او السيول او بنسبه جائحه كورونا. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا الحمد لله بنتميز على مستوى العالم في الانتاج من حيث الفاكهه والموالح والعنب والتمور والمحاصيل اللي بيتم تصديرها للخارج، حتى المحاصيل الطبيه والعطريه احنا بنتميز في انتاج هذه المحاصيل. احنا بندرس السوق العالمي بنشوفه محتاجه ايه بالظبط، وبالتالي بندرس النوعيه والكميه والاصناف، وتكون الاصناف ديت مطابقه للجوده العالميه من حيث رش المبيدات، من حيث ملمس المنتج نفسه، من حيث جوده المنتج، من حيث المطابقيات الموجوده المبيدات في كل هذه الاصناف، وبتاخد موافقات عالميه. والحمد لله عندنا يعني المعمل حجر الزراعه عندنا بيقوم بدور كبير جدا جدا في عمليه التاكيد على تصدير الحصاد الزراعيه دون اي مشاكل من حيث مستويات الامراض. دكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بشكرك على مشاركتك معنا في برنامج هذا الصباح. طيب مع حضراتكم في فقرتنا دلوقتي فقرة صحية. يمكن احنا دايما بنقول انه الوجبات السريعة ليها علاقة كبيرة جدا بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن بشكل مفرط. كمان عندنا بعض الدراسات الحديثة اللي حذرت وقالت ان العصبية ليها علاقة بفرز هرمون بيؤدي الى السمنة المفرطة. العصبية وان انت دايما كده تبقى مضغوط ومتوتر، ده ممكن يؤدي الى ان انت تعاني من السمنة المفرطة. طيب هنعرف ده علاقته ايه يعني الاكل بقى اللي هو الغلط والاكل اللي احنا الوجبات السريعه اضرارها ايه واثرها كمان على هرمون السمنه المفرطه والعصبيه، مع ضيفي الاستاذ محمد سامي استشاري التغذيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اولا علاقه العصبيه بفرز هرمون يؤدي الى السمنه المفرطه. الموضوع ده حقيقي بنسبة 100%. العصبية والتوتر وإن أنا على طول حاطط جسمي في ستريس، ده بيفرز هرمون الكورتيزول في الجسم، وده بيقلل الحرق بشكل كبير قوي، بيعطلني عن إن أنا أحرق الدهون بشكل يعني يومي وبشكل كبير قوي في اليوم بعدد ساعات كبير قوي. أنا ما بحرقش فيهم أي دهون، بالعكس أنا بخزن وبيلجأ من الناحية دي، من الناحية ومن الناحية التانية بيخليني آكل عشان أطلع عصبيتي في حاجة. فعشان كده في الحالتين أنا خسران، يعني في الحالتين سواء بسبب العصبيه الهرمون الكورتيزون بيزيد في الجسم فده بيقلل حرقي، ومن الناحيه الثانيه انا ببقى عايز اكل او اكل اي حاجه سواء مسكره او حاجه عاديه بس عشان خاطر اطلع فيها العصبيه بتاعتي او اطلع فيها التوتر اللي انا فيه. هي دائره مرتبطه ببعض، لانه الوجبات السريعه بالزبط. الغلط بتفرز او بتغير هرمونات الجسم خلاص، فبتخليك على طول متوتر عصبي لان هو اكل مش صحي، فالاكل بيأثر على الصحة النفسية، وبالتالي بشكل او باخر ده ممكن يؤدي الى السمنة المفرطة. طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك هي الفكرة كلها ان انت عمال انا في يومي شغال او في حياتي اليومية العادية قاعد ببذل مجهود بدني وذهني، فانا عمال بقى كل ده ببذل مجهود، وفي الناحيه الثانيه ما بعوضش باكل صحي، بالعكس انا بزود اكل فيه دهون عاليه قوي، اكل ما فيهوش اي حاجه غذائيه خالص، يعني ما فيهوش اي حاجه من البروتينات او النشويات الصحيه او الدهون الصحيه اللي هتغذي جسمي، فانا بزود الاسترس على جسمي، فده بيزيد من افراز الهرمونات اللي هي بتزود السمنه المفرطه، فانا في كل الدايره دي انا بزود جسمي ان هو يتعب اكتر وان هو يجي له امراض مزمنه بشكل واضح وبشكل مؤكد بنسبه 100%. الوجبات السريعه هل كلها مضره بتزود الوزن ولا ده لا ينطبق على كل الوجبات السريعه؟ لانه دلوقتي المطاعم يعني بقت تقول لك احنا اكل بره وكده، ولكن احنا في شروط عندنا، يعني احنا اكل صحي هيلثي دايت، يعني عيش دايت. هقول لحضرتك حاجه،
ايوه هي الفكره كلها، هم دايما بيقصدهم هنا سلامه الغذاء وصحته، لكن يعني الغذاء سليم بنسبه 100%، مفيش اي حاجه فيه بايظه، بس فكره ان هو يعني يبقى صحي هنا بيبقى صعب، لان هو هنا معمول لازم يتعمل بزيوت عاليه قوي كتير بنسبه كبيره. الصوصز والحاجات دي كلها، الصوصات الحاجات اللي بتتحط عليه لازم يبقى فيها سكر، لازم يبقى فيها حاجات مش صحيه عشان يبقى طعمها مقبول بشكل كبير قوي. فهي الفكره كلها، لا يعني الوجبات السريعه بتبقى نسبه 90% منها مش صحيه، عشان نسبه الزيوت اللي فيها عاليه قوي، ونسبه البروتين فيها قليله مش كويسه، فاحنا لو عايزين بروتين اكتر، فعشان كده دايما بنقول المشويات، الحاجات المشويه احسن بكتير قوي، هنا بتبقى صحيه ومفيده للجسم، بتساعدني ان انا اخس بشكل كبير قوي. طيب الوجبات السريعه دي احنا ممكن نعملها في البيت عادي؟ مظبوط، هنا تبقى صحيه، هنا اقدر اقول انها صحيه، يعني مثلا اللي هو البرجر، لا اللحم، البرجر بتاع البيت طبعا بيبقى بنسبه 100% صحي، بيبقى لحمه، على عكس اللي بره، اللي بره ما بيبقاش لحمه بنسبه 100%، بيبقى لازم بيبقى فيه صويا، فول صويا، حاجات زي كده، حاجات بتكسب المحلات قوي، وفي نفس الوقت سهل التحضير وطعمها حلو، فالناس بتبقى مبسوطه، لكن كصحيا لا، انا كده باذي جسمي بشكل كبير قوي. طيب نتكلم بقى عن الحاجات اللي بتفقد الوزن، منها كده على سبيل المثال دايما بنسمع ان اللبن الرايب لما بتاخده كده بعد الاكل بيهضم وبيساعد على تخفيف الوزن، ده فعلا مظهور. حقيقي؟ ده حقيقي جدا، اللبن الرايب من الحاجات السمك، السمك بتاعها او الشبع بتاعها عالي قوي في الجسم، وخصوصا انها اول حاجه بتساعدني ان انا اهضم، فجسمي يقعد يهضم احسن، يحرق احسن، دي نقطة. النقطة التانية إنها بتبقى تقيلة أوي في معدتي، فبيخليني مش جعان لمدة طويلة، على الأقل 2 أو 3 ساعات، فهنا أنا كسبان من ناحيتين، أول حاجة حرقي زاد بسبب إن عملية الهضم بقت أحسن، تاني حاجة إن أنا معدتي مقفولة بلح، يعني تقعد فترة مش جعان، شبعان جدا 2 أو 3، فأنا ما أكلتش أي حاجة، فعشان كده لو الرايب مهم أوي. طيب انا دلوقتي عماله اتفرج على زيت زيتون قدامي تقريبا، او زيوت بتتحط كده، الزيت الزيتون علشان دي برضو حاجه يعني الناس بتسال فيها كتير، مهتمه ان هي تعرف زيت الزيتون هل اطبخ بيه ولا ما اطبخش بيه، لانه انا اعرف وفقا لمعلوماتي انه ما ينفعش درجه حراره زيت الزيتون ترتفع. ده سؤال مهم قوي. هي الفكرة كلها إن زيت الزيتون مميز عن الزيت العادي بإن هو بيحسن من كفاءة القلب، بيقلل الكوليسترول، بيحسن من كفاءة الشرايين بتاعة الجسم كلها. فهنا زيت الزيتون دي الميزة اللي عن الزيت العادي، فلما بيتسخن بشكل كبير بيفقد الميزة دي، بيبقى زيه زي الزيت العادي، وفي دراسات بتقول لا كمان يا جماعة الأحسن كمان ما تسخنوش، لأنه ممكن يبقى ضار لو اتسخن على درجة حرارة عالية. فعشان كده لا، احنا نحطه على السلطه، نحطه على حاجه مش متسخنه، يعني ما سخناهوش على النار يعني ما نطبخش بيه يا دكتور. لا ما نطبخش بيه، احنا لو عايزين الاستفاده بتاعته، عايزين الميزه بتاعته، ان احنا نحطه على حاجه عاديه زي السلطه، زي اي حاجه. طب ممكن في الفرن عادي؟ ممكن بس طبعا يعني مش بشكل يومي، يعني ما بيبقاش ده الاسلوب بتاعي في الطبخ يعني. طيب يبقى احنا كده متفقين انه زيت الزيتون مضر، ما يتسخنش. طيب ما يتسخنش، لا زيت الزيتون مضر لو انا طبخت بيه، لو طبخت بيه بالظبط ما يتسخنش. طيب الزيوت بقى الجديده بقى اللي هي السمسم وجوز الهند، طب ما هو ده برضو عادي يتسخن، ده في زيوت اصلا كده بتاع دي زيوت تتسخن عادي. الكلام كله الجديد عن زيت جوز الهند ان هو صحي جدا وبيساعد بشكل كبير على التخسيس، وزيوت السمسم طبعا كل الحاجات الصحيه، الميزه الوحيده انها كمان ما بتعليش الكوليسترول بتاع الدم بشكل واضح، بس تتسخن عادي يا دكتور، يعني دي زيوت بطبخ بيها عادي، تطبخي بيها عادي ما فيهاش اي مشكله. طيب الناس اللي بتعمل كده ميكس ما بين السمنه وبين الزيت ده دي مشكله، دي مشكله كبيره. اضرار انا كده زودت نسبة كوليسترول في الدم بشكل كبير قوي، يعني بشكل واضح، دي نقطة. النقطة التانية، عملت ستريس جامد قوي على معدتي وعلى جسمي كله، فسببت ان انا ممكن يجيلي قرح او يجيلي التهاب في المعدة بسبب ان انا كل شوية عمال سمنة وزيت مع بعض كتير قوي. فيا ريت يعني هي معلقة سمنة معلقة زيت في البيت كله حلو قوي.
حضرتك بتكلمنا اكيد من المستشفى اكيد. ايوه بالظبط الحقيقه. طيب دلوقتي الشطه، الشطه بنسمع ان هي بتخسس لكن في نفس الوقت كترها مضر. الشطه اخبارها ايه معانا؟ معدلات اللي احنا الناس اللي تحب الشطه، المعدلات الصحيه اللي احنا نتناولها يوميا دون ان تضر بالصحه. حلو. طب خلينا دايما نتفق ان الشطه او التوابل اللي هي سبايسز اللي فيها برضه حاجات حراقه، ده لا يبقى الصبح بدري ولا يبقى قبل النوم. تمام؟ ده يبقى في نص اليوم. الصبح بدري عشان دي اول حاجه هدخلها في جسمي، فانا المعده لسه ما عملتش الطاقه او الحاجه الصحيه اللي هي بتحمي نفسها دي، فهنا هيزود نسبه القرح بشكل واضح قوي لو انا خدت شطه على الصبح في الفطار. قرح في المعده. تاني حاجه لو بالليل. قرح في المعده بشكل كبير. تاني حاجه لو بالليل، بالليل انا الجسم زي العضلات بتاعه المعده والمريء كده بترتخي شويه، فانا لو كلت شطه بنسبه كبيره بيزود احتماليه ان انا يجي لي ارتجاع في المعده. فعشان كده بلاش يبقى الصبح وبلاش يبقى بالليل قبل النوم. يبقى احسن في ميعاد الغداء. هنا بتزود الحرق، بتزود الحرق بس كترها غلط، عشان كده يعني هي تبقى حاجه بس كده تغير طعم الاكل، من كترها برضه بيسبب احتماليه ان يحصل لي قرح او ارتجاع في المعده. تمام. يعني كترها احنا بنقول هنا انه الناس اللي بتحب الشطه كتر شطه مضر جدا بالصحه. غلط جدا. طيب التهابات في القولون والمعده. دكتور محمد سامي استشاري التغذيه بشكرك على وجودك معانا، شكرا ليك. شكرا. وضع صعب باتت تعيشه عدد من الدول في القارة الآسيوية مع انتشار السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، ده اللي سبب فيه ارتفاع أعداد المصابين والوفيات. المزيد. فيروس كورونا يواصل اقتحامه مجددا لقارة آسيا مع انتشار السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس لترتفع مجددا أعداد المصابين والوفيات. كوريا الجنوبية التي نجحت في التصدي لفيروس كورونا بعد تفشيه في البلاد وسيطرت على الوضع الصحي تعاني الآن من أرقام إصابات يومية قياسية تصل لأكثر من 700 حالة إصابة يومية بسبب متحور دلتا فقط. وفي اليابان التي اعتبرت نموذجا لاحتواء الجائحة ومنع انتشارها عادت تعاني من جديد مع انتشار متحور دلتا في القارة الآسيوية، حتى أعلنت حكومتها تمديد العمل بحالة الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد لمواجهة كورونا. وفي تايلاند أعلنت السلطات تسجيل عدد قياسي من الوفيات، كما تم الإعلان عن حالة الطوارئ والإغلاق شبه التام وتعليق الرحلات الجوية، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصاد البلاد المرتكز على السياحة. أما الهند فكان لها النصيب الأكبر من الإصابات والوفيات في قارة آسيا وتحديدا في العام الجاري، أي بعد ظهور ما أطلق عليه المتحور الهندي للفيروس. واليوم انتقلت مظاهر الخوف في الهند إلى دول آسيوية أخرى كانت قد قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الوباء أو كادت الحياة فيها تعود إلى حالتها الطبيعية. طيب ما صدقنا خلاص بقى في لقاحات لفيروس كورونا، ظهرت المتحورات الجديده دلتا ودلتا بلس. الابحاث الجديده، بعض الابحاث الجديده بتقول انه اللقاحات اللي موجوده مش هتقدر ان هي تكافح دلتا اللي اصبح منتشر في بعض الدول. الحمد لله ما وصلش هنا يعني بكثره، ولكن منتشر في عدد من الدول زي مثلا كده الهند. بعض الدول قالت او بعض الدراسات قالت طيب احنا محتاجين ناخد جرعه ثالثه علشان نعزز من المناعه الخاصه طبعا بهذا المتحور، محتاجين يبقى في لقاحات جديده تقدر ان هي تكافح فيروس دلتا ودلتا بلس والمتحورات الجديده. هل فعلا وصلنا للمربع الاول مع ظهور هذه المتحورات؟ هل اللقاحات الموجوده في الوقت الحالي مش هتقدر ان هي تتصدى للدلتا؟
هتأثر مثلا في كورونا ولكن مش هتأثر في دلتا. دي تفاصيل هنعرفها مع دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. برحب بك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير للجميع. هل فعلا متغير دلتا من فيروس كورونا ساهم في إعادة الحالة الوبائية في العديد من دول العالم؟ مش هقول مربع صفر ولكن هقول المربع الأول. وإذا بنجاوب على هذا السؤال بالأرقام نقدر نوضح الوضع بالضبط عالميا أوروبيا وعربيا. عالميا اليوم إحنا بنتكلم أول خمس أشهر سنة 2021 الإحصائيات المصابين كانت أكثر من كل سنة 2020 كلها. يعني تركيز الإصابات وارتفاع الإصابات بالأشهر الأخيرة ارتفع. بس شو نسبة المسحات الإيجابية؟ انخفض. ليش؟ إحنا لازم نأخذ في عين الاعتبار إنه كل 100,000 شخص كم مصاب فيهم. كنا السنة اللي فاتت تقريبا من 50 لـ60 شخص بكل 100,000 في كثير من الدول. اليوم ارتفعت هذه النسبة. ليش؟ لأنه دلتا ودلتا بلاس وكثير من السلالات الجديدة التي لا نتكلم عنها بس تم اكتشافها تنتشر بكثير بس لا تسبب أعراض خطيرة، وخصوصا لا تصيب ولا تسبب أعراض خطيرة للي أخذوا تطعيم مع جرعتين. والفرق الثاني إنه تصيب أزيد الشباب، واليوم متوسط عمر المصابين تقريبا في آخر ثلاث أسابيع 35 لـ37 سنة متوسط عمر المصابين. والنقطة الأخيرة المهمة إنه السنة اللي فاتت كانت أو كثير في بعد قبل أشهر كانت الإصابات متركزة في 11-12 دولة، برازيل، هند، بريطانيا. طيب دكتور خليني أسأل حضرتك، اليوم متركزة بأكثر من 35 دولة. طيب هل اللقاحات الجديدة، اللقاحات اللي موجودة ومنتشرة، هل تستطيع أن أو مفعولها قوي أمام الدلتا أو دلتا بلس تتصدى لها المتحورات الجديدة؟ نعم، أنا دائما بجاوب من ناحية طبية وصحية ومن الإحصائيات اللي معنا. اليوم الإحصائيات تتكلم أنه 99% اللي دخلوا للمستشفى في كثير من الدول في العالم هم أشخاص غير متطعمين، يعني ما أخذوش اللقاح. إحنا لازم نأخذ الأشياء. إذن هذه اللقاحات فعاليتها قوية أمام كورونا وأمام المتحورات المختلفة فيما يتعلق بالأعراض، فيما يتعلق أنها تخفف من الأعراض حتى هذه المتحورات. نعم. ثانيا بالنسبة للتطعيم، فيش لقاح عنده قوة 100% إنه يقاوم الكورونا فيروس ودلتا ودلتا بلاس. في أشخاص اللي أخذوا التطعيم أصيبوا بس ظل تركيز الكورونا فيروس ودلتا ودلتا بلاس بالأنف، ولما دخلت جسم الإنسان كانت مقاومة الأجسام المضادة كبيرة. إحنا بنأخذ في عين الاعتبار إنه دلتا قوية للانتشار وتركيزها كثير، يعني دلتا ودلتا بلاس قوتها 50 لـ60% بالانتشار
نسبية لسلالة ألفا ونسبية للفيروس الأول 100% أقوى بانتشار نسبية للفيروس اللي دخل اللي خرج صحيح. من الصين. تمام. طب عشان هيك اللقاح اليوم يؤكد زي ما تفضلتي إنه في حالة إصابة الشخص فيش عنا أعراض خطيرة، لا يذهب إلى المستشفى باحتمال 95%، لا يدخل إلى غرف الإنعاش باحتمال 97%، في حالة أعراض خفيفة 88%. هل تم التعامل مع دلتا ودلتا بلس والمتحورات الجديدة من الدول بشكل صحيح، ولا الانفتاح اللي حصل في بعض الدول منها طبعا الدول الأوروبية أدى إلى منع محاصرته؟ أنا حسب رأيي في المدة الأخيرة، وإحنا من أشهر وخصوصا مع تلفزيون إكسترا نيوز نطالب إنه لازم نعمل بحوث أكثر في المختبرات عشان كشف السلالات، وليس نستطيع مقاومة كورونا فيروس في البيانات الصحفية اللي بتنشرها منظمة الصحة العالمية بعد ما يصير الإشي، مش قبل ما يصير الإشي. منظمة الصحة العالمية وظيفتها الوقاية وتنبهة الشعوب ومنظمة والدول إنه خذوا في عين الاعتبار اليوم إحنا دخلنا في الموجة الرابعة وموجة السلالات، لازم تعملوا بحوث أكثر في المختبرات، زي البيان اللي عملته أول امبارح، بس هذا البيان كان لازم تعمله قبل 3 أشهر وليس اليوم. ليش؟ لأنه كل الدول في العالم تتعلق كثير في المعلومات اللي بتعطيها منظمة الصحة العالمية. وفي هذا المجال منظمة الصحة العالمية عملت خطأ كبير، كثير من الدول الأوروبية لا يتعاونون بين بعض، الدول الغنية أنانية عندهم كثيرة ولا يدعمون الدول الفقيرة. فشل برنامج كوفاكس، فشل ليش؟ لأنه كمية اللقاحات لم توصل إلى الدول العربية والفقيرة والأفريقية، وفي نفس الوقت فيش بحوث كثيرة في المختبرات وفي المستشفيات عشان اكتشاف السلالات. اليوم نتكلم مع آخر اكتشافات عن أزيد من 30 سلالة، نتكلم عن 13 سلالة، أسرع سلالة دلتا ودلتا بلاس، وللأسف أخطر سلالة وهي سلالة لامبدا لمقاومة اللقاحات، وبدت تنتشر بكثير ووصلت إلى الشرق الأوسط. يعني هذه السلالة بتقاوم اللقاحات؟ نعم. ليش؟ لأنه في عندها طفرات داخلية. احنا لازم نوضح لجميع الأصدقاء اللي متابعينا إنه السلالة هي داخلها عديد في المدة الأخيرة تتشابه، وكثير من هذه الطفرات هي موجودة في سلالات ثانية، عشان هيك سلالة لامبدا فيها طفرات اللي وموجودة جعلها. فين هذه السلالة لامبدا دي موجودة فين؟ في جنوب أمريكا، وبدت في البيرو، واليوم موجودة في 30 دولة، ومنظمة الصحة العالمية أخيرا حذرت الدول أنه أخطر سلالة بالنسبة لمقاومة أعراضها اللقاحات. أعراضها أنه في ينتشر أو يبدأ بظهور الأعراض الكوفيد بسرعة. إحنا قبل السنة اللي فاتت وقبل بعض الأشهر كنا نتكلم عن الأعراض بعد 10 أيام. نعم. اليوم مع دلتا ولامبدا نتكلم بظهور الأعراض بعد 2 أو 3 أيام. ليش؟ لأنه الفيروس في دلتا سريع الانتشار ويصبك جهاز المناعة عشان إنه يقاومه، وفي نفس الوقت دلتا لامبدا تقاوم اللقاح ويظهر الأعراض قبل
في خلال يومين أو ثلاث أيام، واليوم الأعراض تتركز كثير في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والكبد والبنكرياس والعضلات والمفاصل، وعندنا أعراض كثيرة جديدة التي تختلف عن الأعراض التي كنا نعرفها في الموجة الأولى والموجة الثانية. طيب يبقى كده أعتقد أنه هناك عديد من الدول شغالة على لقاح فعال أمام هذا المتحور الجديد أو الفيروس الجديد لامبادا. نعم، اليوم زي ما لازم إحنا نوصل إلى التعايش مع الفيروس، نتوصل إلى مرحلة إنه الكورونا فيروس يصبح زي الإنفلونزا. كل سنة نعمل تطعيم حسب آخر السلالات عشان نوصل لهاي الدرجة. اليوم بحاجة إلى مناعة جماعية أزيد من 70% في العالم، وده يعني الوصول كثيرة. إلى مناعة جماعية بنسبة 70%، كيف من الممكن أن يحدث على أرض الواقع في ظل أنه زي ما حضرتك ذكرت هناك بعض الدول الأنانية اللي مش عايزة أن يكون في أو لا تريد أن يكون هناك توزيع عادل فيما يتعلق باللقاحات؟ هناك دول إفريقية تعاني ليس لديها لقاحات، وفي دول أخرى لديها حتى وفرة وتصنع ولا تعطي للدول الفقيرة، كيف سنصل إلى هذه المناعة الجماعية؟ هاي المشكلة الكبيرة، وأشكرك لتوضيحها مرة ثانية، لأنه إحنا متابعين الوضع في الدول العربية وفي الجزائر وفي ليبيا وفي دول أفريقيا. اليوم وصلنا 2% من سكان أفريقيا اللي عملوا تطعيم مع جرعتين، و 2.8 اللي عملوا مع جرعة. نتكلم في أوروبا عن 70% اللي عملوا تطعيم بجرعتين، هذا غير مقبول. عشان هيك حسب رأيي وزي ما سوت نداء منظمة الصحة العالمية إنه الدول الغنية لازم تفكر وتساعد. أولا في مجال الاقتصاد وماديا للدول الفقيرة، تدعم الأطباء اللي بيعملوا في ويشتغلون في شروط صعبة كثيرة. ثانيا توفير اللقاحات. ثالثا تعطي سماح، وهي النقطة الحساسة، للدول اللي عندها قدرة لإنتاج اللقاحات مثل مصر، دول عظيمة اللي عندها قدرة، عندنا دول في الخليج تقدر تنتج هاي اللقاحات وتوفيرها بأكثر في الدول الأفريقية والعربية والنامية. لأنه وإذا بدنا نظل نستنى الدول الغنية عشان تودي لقاحات للدول الفقيرة، حسب رأيي المناعة الجماعية لا نوصلها في سنة 2023. نتمنى ده عشان نصل إلى المناعة الجماعية زي ما بينصح طبعا كل الخبراء وكل الأبحاث، علشان نكون في مأمن. يجب أنه العالم كله تقريبا يكون واخد هذه اللقاحات بنسبة 70%. دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بشكرك على مشاركتك معنا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. برنامج هذا الصباح انتهى، ألقاكم غدا بإذن الله حلقة جديدة وهذا الصباح، ولكن التغطية الإخبارية مستمرة دائما على شاشة إكسترا نيوز.